يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النهار في كل مكان، وحلقه جديده مهمه جدا من بلس 90. نتاسف ونعتذر لحضراتكم على التاخير، تقريبا حوالي 12 13 دقيقه، عطل فني خارج عن الاراده، فده اللي اخرنا شويه. لكن الاهم اللي عايز اقوله لحضراتكم ان الحلقه النهارده مهمه جدا وفيها اكتر من محور مهم، وعندنا ان شاء الله باذن الله انفراد غايه في الاهميه وتعلق بالنادي الاهلي والفريق الاول لكره القدم تحديدا، هقوله لحضراتكم خلال دقائق قليله. بس ابتدي الحلقه بترتيبها اللي احنا مظبطينه قبل الحلقه ونمشي واحده واحده، بس خليك متابعنا لحظه بلحظه عشان النهارده الحلقه غايه في الاهميه. وانت عارف لما بنقول لك ان يكون في انفراد مهم او حاجه مهمه مش بيكون كلام وخلاص، واعتقد حضراتكم مجربينا كتير. يمكن اخر حاجه وهتكلم فيها النهارده ان الراجل كولر اكد انفرادات بلس 90 من خلال تصريحات انتشرت ليه امبارح على السوشيال ميديا، تصريحات كانت غايه في الاهميه. ففي كلام كتير جدا مهم، ركز بس معايا لحظه لحظه. هبتدي بمباراه اليوم، مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز. كان في ماتشين، ماتش الجونه وبيراميدز. بيراميدز قدر ان هو يفوز بهدف مقابل لا شيء عن طريق ابراهيم عادل نجم بيراميدز، والمنضم حديثا بين الشوطين لقائمة منتخب مصر بناء على طلب الكابتن حسام حسن. بقول لك معلومة، بين الشوطين منتخب مصر بعت للناس في بيراميدز بعد ما إبراهيم عادل جاب الجون في الشوط الأول. ما أعتقدش إن ده المعيار اللي من خلاله اختار بيه الكابتن حسام حسن، لكن بالظبط بعد الشوط الأول ما خلص وكان إبراهيم عادل جاب جون، وجون عادي جدا بالمناسبة، فتم استدعاء إبراهيم عادل بين الشوطين، فالناس في بيراميدز عرفوا بين الشوطين ماتش بيراميدز والجون اللي انتهى بهدف ابراهيم عادل الوحيد. وبعد المباراه تم تاجيل مباراه بيراميدز بشكل تلقائي في بطوله كاس مصر اللي هي كانت المفروض قدام فريق النصر يوم 31 من الشهر الجاري، فبالتالي تم ابلاغ بيراميدز بعد المباراه مباشره تم تاجيل هذه المباراه. المهم كده 53 نقطه لبيراميدز، ماشي بشكل رائع ومتميز جدا في بطوله الدوري ومنافس قوي ومؤكد على البطوله، والجونه 30 نقطه في المركز ال 11. طب انا معايا مداخله غايه في الاهميه مع الاستاذ هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي، المحامي الشهير بكل تاكيد، ومحامي اللاعب رمضان صبحي لاعب بيراميدز ونجم منتخبنا الوطني الاول في او بخصوص الازمه الاخيره رمضان. عايزين نعرف شويه تفاصيل، نعرف ايه الخطوات اللي بعد كده هياخدها رمضان. فبرحب طبعا بالاستاذ هاني زهران معانا على الهواء مباشره. استاذ هاني اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا كابتن امير، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك يا فندم؟ كله تمام الحمد لله. يعني عايزين نعرف بالظبط تفاصيل القصه بتاعت رمضان صبحي، الموقف بالنسبه لكم ايه؟ طبعا كلنا قلبا وقالبا مع اللاعب، نفسنا ان شاء الله ان هو يعدي من الازمه دي على خير، بس عايزين نحط المشاهد في الصوره بتفاصيل الازمه بالتحديد من البدايه حتى هذه اللحظه. والله هو للاسف الشديد يعني تاني بعيد، هو يعني ما كناش المفروض ان احنا نوصل لمرحله ان احنا نتكلم في التفاصيل لولا التسريبات اللي بتحصل عن الموضوع ده. تمام. ده طبعا موضوع يعني اتهام زي ما بنقول كبير جدا. وجسيم بدون وجود دليل حقيقي من وجهه نظرنا احنا طبعا كناس اطلعنا على الموضوع من اوله. وبدايه طبعا الموضوع هو في التوقيتات بتاعته، بدايه من اغسطس 23 لما اتاخد من اللاعب عينتين الفرق بينهم 45 دقيقه. العينه الاولى تم اتهام اللاعب ان هو تلاعب فيها، عينتين عينتين الفرق بينهم 45 دقيقه. تمام. واحده قبل التمرين واحده في نص التمرين. اوكي. والعينه الثانيه طلعت سلبيه اللي اتاخدت بعد 45 دقيقه، والعينه الثانيه بتتاخد عاده عشان تاكد النتيجه بتاعت العينه الاولى، فهي اكدت ان هي سلبيه. يعني العينه الثانيه اتقيمت وطلعت سلبيه. طبعا لان مفيش نيه للتلاعب، يعني لو في نيه للتلاعب تلاعب في العينه الاولى تلاعب في العينه الثانيه. اوكي. والثانيه طلعت سلبيه. تمام. فطبعا احنا دلوقتي مش عايزين نتكلم في التفاصيل قوي، لان الامور حاليا امام لجنه الاستماع ان شاء الله. احنا طلبنا يعني جلسه عاجله للبت في الامر ده، وباذن الله على يعني متفائلين انها يتم تحديدها قريبا، وتكون ان شاء الله اللجنه صدرها راحت في ان هي يعني تتفاهم موقف اللاعب اصلا، وبالذات في حكايه الاجراءات. احنا بتاخد مننا عينه، انا لاعب كوره وانا ماليش دعوه بالنتائج، يعني انا ماليش تدخل في النتائج، والنتيجه طلعت سلبي في الاخر لصالحي. تمام. واتاخد مني عينه بعديها في شهر نوفمبر وطلعت سلبي تاني. يعني المفروض الموضوع بتاخد كله كباكج، ونتمنى ان هو يقف عند هذا الحد هنا وما نضطرش ان احنا نرجع للكاس. طيب ايه اللي خلى العينه الاولى يا فندم تكون يعني اتلعب فيها على حد تعبير
لجنه او مؤسسه المنظمات المنشطات المنظمه المصريه للمنشطات، يعني ايه السبب اللي ادى او بناء عليه قالوا ان هي عينه تم التلاعب بخصوصها يعني؟ والله هو مش هم المفروض يقولوا كده، المعمل هو اللي المفروض يقول كده. اوكي. والمعمل ما قالش انها تم التلاعب فيها او ان هي يعني عينه فذه، هو قال انها عينه بمواصفات معينه، هو ده شغل المعمل يعني. كون ان النادو النهارده بيستندوا الى ان ده يعتبر تلاعب او يعتبر يعني تامبرنج للعينه، فدي اجراءات بتتبع وفقا للوعده المفروض ان احنا يعني نمشي فيها بالتسلسل بتاعها السليم، والا يكون في خطا في الاجراءات ادى الى ان النتيجه النهائيه اللي احنا توصلنا لها دي خاطئه. ودي طبعا زي ما بقول لك يعني النهارده انت بتتكلم في سمعه لاعب وبتتكلم في مستقبل لاعب مهدد بفتره ايقاف طويله جدا. هي ممكن توصل لقد ايه؟ مستقبل الكروي يعني ممكن توصل لاربع سنين. اربع سنين ده اقل حاجه يعني؟ ممكن توصل لاربع سنين. طب هل تم تحديد جلسه موعد جلسه الاستماع ولا لسه؟ لا لسه، نتمنى ذلك ان شاء الله قريبا. احنا ردينا عليهم وطلبنا تحديد جلسه طارئه، وباذن الله احنا جاهزين ان احنا يعني نمثل اللعب امام اللجنه باذن الله. طيب كنت عايز برضه استفسر من حضرتك على جزئيه غايه في الاهميه، لان ترددت بعض الاقاويل بان حصل خلاف بين رمضان صبحي والممرض اللي بياخد من رمضان العينه في احدى اختبارات المنشطات، هل ده حقيقي حصل يا فندم؟ وبناء على الخلاف ده كانت قال ان الراجل يعني استقصد رمضان صبحي؟ لا هو زي ما قلت لحضرتك في اجراءات معينه المفروض الدي سي او اللي هو الدوب شيف اوفيسر يتبعها من ساعه ما بيقرر ان هو ياخد اللاعب ان هو يعمل له عينه لغايه لما بياخد العينه ويحللها. فطبعا الاجراءات دي ساعات بتبقى اجراءات طويله شويه لانه بيضطر ياخد عينه، ممكن اللاعب ما يبقاش جاهز فالاجراءات بتطول شويه. ساعات فعلا زي ما حضرتك بتقول بيحصل مناوشات، بعض المناوشات ما بين اللعيبه وما بين الدي سي اوز، ولكن في موقف في يعني الموقف بتاع رمضان ده ما حصلش يعني ما كانش في اي خلاف ما بينهم، لا بالعكس خالص. عشان كده احنا مستغربين، احنا طالبين تفسير من النادو يعني العينه يعني ايه تلاعب فيها اذا كان الدي سي او خدها قدام عينه. هو ده سايد ده ريجوليشنز المفروض حاجه غريبه. حاجه غريبه بصراحه. طيب تفسير حضرتك ايه لتاخر منظمه المنشطات المصريه في ان هي تبعت قرار ايقاف رمضان صبحي، وبالتالي اتاخرت جدا في الاجراءات وتاخرت جدا في تحديد موعد جلسه الاستماع بالنسبه للاعب، وده اثر بشكل كبير على منتخبنا الوطني لان رمضان كان موجود في قائمه المنتخب، وبناء عليه بعد ما الجواب وصل بيراميدز امبارح تم ايقاف رمضان حتى لو بشكل مؤقت لحد جلسه الاستماع. بتفسر ده بايه؟ التاخير ده سببه ايه في وجهه نظر حضرتك كمحامي للاعب؟ دي علامة استفهام كبيرة جدا ان احنا نتكلم في موضوع منشطات من شهر اغسطس 23 ويطلع فيه في الاخر قرار بالايقاف في شهر مايو يعني تقريبا بعد 10 شهور من سنه 24. يعني دي علامة استفهام كبيرة، واحنا ردينا حتى احنا ردينا في شهر ابريل على الجواب الاولاني اللي جالنا في بداية ابريل وقعد تقريبا شهرين عقبال ما رد علينا وقالوا توقفتوا يعني تحريات ايه اللي اتعملت انفستيجيشن ايه اللي اتعمل، احنا لم نختر باي حاجه من الحاجات دي. وده كله يشوب طبعا صحه الاجراءات. تمام. طيب الخطوه اللي دلوقتي هتاخدوها عشان تدافعوا عن رمضان صبحي، الخطوه الحاليه في خطوات قبل جلسه الاستماع ولا اي خطوه هتكون بعد جلسه الاستماع وبعد قرار النهائي مثلا؟ لا احنا حاليا فريق عمل يعني بيعكف على ان هو يعني يجهز كل الدفوع بتاعتنا القانونيه والفنيه والطبيه. وفي انتظار باذن الله تحديد جلسه لجنه الاستماع. نمثل امامها ونقدم دفوعنا وجاهزين طبعا باذن الله ان احنا الموضوع عند على قناعه تامه ان هو على قناعه تامه كويس يعني لم يكن هناك نيه للتلاعب خالص يعني، فاحنا على قناعه تامه باذن الله ان احنا لو ربنا ما ارادش ان احنا هنا في مصر لجنه الاستماع تبطل هذه يعني المسرحيه، مش عايز اقول المسرحيه اللي هي حقيقه يعني هنضطر نلجا للكاس. ما طيب في هتضطروا تلجاوا لمين يا فندم؟ للكاس، وطبعا الكاس دي يعني في الظروف اللي بتحصل دي بالتعويضات دي هتبقى الموضوع هيبقى يعني مش حلو. هيطول هيبقى طبعا طبعا لا مش هيطول ان شاء الله مش هيطول ان شاء الله ما يطولش قوي لان طبعا الموضوع عاجل ولكن انا قصدي يعني هيبقى
ممكن يبقى في تعويضات للاعب تبقى ضخمة طبعا. أكيد لازم طبعا. طبعا يعني لو طلع اللاعب على حق أكيد لازم يطلب طبعا تعويضات ضخمة حقه. اه لان بصراحه دي مشكله كبيره وتضر بسمعه اللاعب بكل تاكيد. ان شاء الله يطلع رمضان صبحي بريء من الموقف ده. بس الناس يمكن بتتساءل يا فندم دلوقتي في حته ايه، طب اشمعنى رمضان صبحي اللي حصل حواليه اللغط ده، يعني ليه مش لاعب تاني؟ في ناس تقول لك ما هو مفيش دخان من غير نار، فاهم قصدي يا استاذ هاني؟ لا هو رمضان بقى له فتره على الوير اباوتس، حضرتك طبعا عارف الوير اباوتس بروجرام، فهو لعيبه كده بيتحطوا على البروجرام ده بيبقوا معرضين ان هم يتخذ منهم عينه في اي وقت. هو مش رمضان بس اللي محطوط على الوير اباوتس بروجرام، رمضان ولاعيبه اخرين يعني. احنا ما نقدرش نقول ان في استقصاد يعني، بس نقدر نقول ان في تعنت شويه تعنت تمام، وممكن يكون يعني سوء فهم للوائح يعني. تمام، دي جزئيه مهمه. طب اخر حاجه عايزين نطمن على حاله رمضان نفسه النفسيه. انا عارف انه اكيد متاثر جدا بقرار زي ده، خصوصا ان هو كان ضمن قائمه المنتخب الوطني الاول، لكن عايز اعرف هل هو بيشعر بالقلق خلال الساعات الحاليه ولا واثق جدا من موقفه ومطمن ان ان شاء الله هيتم انصافه يعني من عند المولى عز وجل؟ هو رمضان مطمن طبعا، لان هو ما عملش، ما فيش ما لم يتلاعب بالعينه، هو مطمن ان هو ما اخطاش فعلا. تمام. والتهمه الموجهه ايه دي؟ تهمه صحيحه هي جسيمه جدا، ولكن في الاخر هو متقبل. وان شاء الله ربنا اكيد هيظهر الحق في الموضوع ده. طبعا هي في الاخر انت موقف يخوف اكيد. اكيد يعني أكيد. انت بتقول لما مستقبلك يبقى على المحك بالضبط في انك تستمر او تتوقف فتره. ممكن تخليك تبطل خالص يعني. صح. طبعا بتبقى فيري ريسكي يعني. اتمنى طبعا ده ما يحصلش، وان شاء الله الامور تمشي على خير باذن الله، ورمضان يقدر ان هو باذن الله يمثل مصر. وده الهدف الاسمى اللي احنا كلنا كجماهير كره حابين ان احنا نشوفه يعني. ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يوفقكم في المشكله دي، وان شاء الله تتحل قريب جدا جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ هاني زهران محامي اللاعب رمضان صبحي نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطني الاول. اعتقد كده حطينا حضراتكم في الصوره بكافه التفاصيل الخاصه بايقاف اللاعب، ايقاف مؤقت حتى موعد جلسه الاستماع اللي ان شاء الله تحدد قريب جدا. اتمنى يا رب باذن الله واحد احد ان رمضان يطلع بريء من الموضوع ده، لان اكيد اكيد محدش ابدا ساوي عاقل يتمنى الضرر لاي حد. وانا بقول الكلام ده وانا بعانيه جدا، لان في البعض فرحان، البعض القليل جدا اللي ممكن يكون فرحان بمشكله للاعب او كلام من ده عشان بس راح نادي تاني مش مكمل في النادي بتاعه. يا جماعه تبقى يعني بصراحه حاجه مش طبيعيه، واي حد انا بقولها أو بوضوح، اي حد بيفكر بالشكل ده ويتمنى الضرر لغيره ده بني ادم غير سوي، غير سوي. فباذن الله واحد احد، باذن الله واحد احد، رمضان ربنا يعني ينصفه طالما هو على حق طبقا لكلام المحامي بتاعه السيد هاني زهران. ان شاء الله باذن الله كلنا في ظهر رمضان صبحي، لان ده واحد من نجوم مصر، واحد من نجوم منتخبنا الوطني في اشد الاحتياج ليه بامكانياته ومهاراته. المهم ان هو يكون على حق، ده اهم شيء، وباذن الله ربنا يعديه من الموقف الصعب جدا ده. لان انت بتتكلم في مستقبل لاعب، يعني بتتكلم قال لك المحامي هاني زهران محامي اللاعب قال لك ممكن يتوقف 4 سنين، قال لك حاجه دي هتبقى مشكله كبيره جدا للاعب نفسه. 4 سنين، رمضان دلوقتي 27 سنه، يعني بتتكلم خلاص بقى كل سنه وانت طالع، هيبقى الموضوع صعب جدا، هيبقى الموضوع صعب جدا ان بعد ال4 سنين يرجع يلعب. فان شاء الله باذن الله القصه تعدي على خير. ده بخصوص موقف رمضان صبحي. طيب قلنا لكم المباراه النهارده، وبمناسبه المباراه طبعا زي ما قلت لكم بين الشوطين تم استدعاء ابراهيم عدوان. هنا عندي تعليق يعني مهم جدا، انا بس مستغرب. تاني كامل احترامي وتقديري وحبي ودعمي ومساندتي كواحد من الاعلاميين يعني للكابتن حسام حسن، للجهاز الفني لمنتخبنا الوطني والمنتخب بشكل عام. في حاجات بس بتبقى غريبه شويه، امبارح كان استبعاد رمضان صبحي بسبب ازمه المنشطات فتم ايقافه. ففي ناس تقول لك اصل المبرر اللي خلى ان ما يبقاش في استدعاء للاعب تاني هو انتظارا لموقف رمضان صبحي، هل ممكن يلحق ويخش معسكر المنتخب ولا لا؟ ده مش مبرر منطقي بالنسبه لي. طيب انسى بقى خلاص المبرر ده، خش على المبرر التاني. هل يا جماعه احنا من امبارح في 24 ساعه ما كناش حاطين في اعتبارنا ان احنا خلاص المفروض القائمه 26 فتم استبعاد رمضان بشكل اجباري او بصوره اجباريه فالمفروض نجيب بديل؟ طب ما كانش في النيه ان يكون في بديل مثلا؟ واحنا امبارح اتكلمنا حتى في فقره الضيوف الاعزاء الصحفيين الكبار اتكلمنا في الحته دي، هو الاكتفاء ب 25 لاعب بعد استبعاد رمضان صبحي. طب طالما في النيه ان يكون في بديل، ما انت اكيد مجهز البدله بتوعك،
اكيد انت عندك قائمه كبيره، ان لو تحسبا لو واحد الله يقدر مصاب، واحد عنده مشكله زي رمضان مش عارف ايه، بيبقى في بديل جاهز يبقى موجود على طول يتم استدعائه مباشره، زي ما حصل في المعسكر الاخير للكابتن حسام حسن، هو الاول بالتحديد اللي هو كان بتاع البطوله الدوليه الوديه في مصر هنا. فمش فاكر كان ساعتها الشحات اتصف خرج، ما اعرفش حد دخل مكانه ولا لا، مش فاكر، بس اعتقد في حد دخل مكان حد، اه مصطفى شلبي دخل بعد ما حسين الشحات خرج الاصابه على ما اتذكر يعني. وبمناسبه مصطفى شلبي امبارح الكلام اللي طالع ان تقارير طبيه منعته من الانضمام لمنتخب مصر، ومصطفى شلبي بيلعب النهارده مع نادي الزمالك، فبرضه انا بالنسبه لي ده مبرر غير منطقي، مش عارف. المهم فقيس فجاه عجبنا ابراهيم عادل فاخترناه بين الشوطين بعد الشوط الاول بالتحديد لبيراميدز قدام الجونة، اتمنى ما يكونش ده المعيار وما يكونش ده السبب. فهنا 100 علامه تعجب و100 علامه استفهام. هل التقييم مع كامل احترامي الجهاز الفني منتخب مصر، هل التقييم بالشوط ب 45 دقيقه بهدف، حتى لو هدف فيه مش ملعوب، هدف عادي جدا لابراهيم عادل، لكن في الاول وفي الاخر هو موهبه كبيره جدا، هو انا مع انضمام ابراهيم عادل لمنتخب مصر، بس انا مستغرب من توقيت استدعاء ابراهيم عادل بين الشوطين. انا سالت النهارده اتاكدت ان الاستدعاء كان بين الشوطين، وبعد الماتش بناء عليه بعد ما بقى اللعيبه في بيراميدز 3 مش 2 طبقا للي تم الاتفاق عليه في الاجتماع الاخير لمجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم اللي انا قلت لحضراتكم عليه، فبالتالي قال لك ايه؟ قال لك خلاص 3 يبقى ناجل ماتش ايه؟ بيراميدز مع النصر اللي هو في دور 32 من بطوله كاس مصر. فالقصه بالنسبه لي غريبه شويه، القصة بالنسبة لي غريبة ومش منطقية إلى حد كبير يعني. لكن في كل الأحوال كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، تم الاستقرار على إبراهيم عادل يكون بديل لرمضان صبحي إن شاء الله، نتمنى له يا رب كل التوفيق هو وزمايله في المعسكر المقبل، أو مش ده مش معسكر عادي، دول ماتشين في الإطار الرسمي وتصفيات كأس العالم بإذن الله، واحد أحد اللي ماشيين فيها بشكل كويس. عايزين نستمر في هذا الأداء وهذه النتائج اللي بدأها روي فيتوريا المدير الفني الأسبق أو السابق لمنتخبنا الوطني. دي المباراة الأولى. المباراة الثانية كانت الساعة 7، ماتش كلاسيكي جماهيري الاتحاد مع الزمالك هناك في برج العرب في اسكندرية، ماتش انتهى بنتيجة 2-0. وخليني بس أقول لك إن الفوز مش عادي. يعني فوز نادي الزمالك النهاردة على الاتحاد مش فوز عادي. هتقول لي يعني إيه مش فوز عادي؟ هقول لك يعني النهاردة الزمالك أبدع وأمتع. النهاردة الماتش حلو قوي من نادي الزمالك. النهاردة في مدرسة الفن والهندسة. النهارده في كوره حلوه في الملعب من فرقه نادي الزمالك. الاتحاد للامانه بعيد للاسف الشديد، الاتحاد بقاله فتره بعيد، لكن بصراحه الزمالك عامل ماتش تحفه. نقلات ايه، كوره ايه، تكتيك ايه، جوانب خططيه اشتغل عليها الراجل بشكل كويس. اللعيبه تحس ان ما عليهاش ضغوط وهي بتلعب مرتاحه. لعيبه نادي الزمالك بتلعب مرتاحه، لمسه ولعبه كتير النهارده في الماتش. خلي بالك انت تقدر تقيم الفرقه دي حلوه ولا لا لما تلاقي في تجانس وتفاهم ما بين اللاعبين في الملعب، ونقلات كتير وبتاع وتحرك، وفي اريحيه في اللعب وفي تفاهم ما بين اللاعبين. ده كان كله موجود النهارده عند نادي الزمالك. نادي الزمالك استحق الفوز عن جداره، وفي الحقيقه باداء افتقده جدا جماهير نادي الزمالك على مدار فترات كتير، وده اثبات كبير على ان جوميز ده مدرب كويس جدا. هتقول لي بالماتش؟ لا مش بالماتش، انا هقول لك بالامكانيات اللي موجوده عشان نتفق يا جماعه مع بعض. امكانيات نادي الزمالك او فرقه نادي الزمالك مش اعلى حاجه، مش اعلى حاجه دلوقتي، هتبقى اعلى ان شاء الله قريب، لكن المتاح بالنسبه لك انت شغال عليه. والمتاح على فكره فيهم بعض اللاعبين الكبار، زيزو وعبد الله السعيد وناصر ماهر في اكتر من لاعب، مسلوسي بعتبره من اللاعبين الكبار جدا الموجودين في نادي الزمالك دلوقتي، الجزيري من المهاجمين المميزين، دونجا ماشي كويس، عمر جابر عالمي عالمي، عمر جابر عامل ماتش كبير قوي النهارده، وهنا برده مليون علامه استفهام عدم استدعاء عمر جابر كباك رايت في منتخب مصر، ومفيش غير محمد داني. هتقول لي اكرم توفيق هو اللي هيلعب؟ برده انا بحب اللعب في عدلته، في رايي يا اما كان عمر جابر يا عمر كمال عبد الواحد، واحد فيهم كان لازم يكون مع محمد هاني، او الاثنين بدل محمد يعني ايا كان، لكن على الاقل يبقى في اثنين باك رايت في منتخب مصر. المهم فالنهارده الزمالك ما كسبش فوز عادي، في رايي عمل ماتش كبير قوي، الفرقه عملت ماتش كبير قوي. سيبك بقى من الماتش نفسه، تعال بص على الاهداف الملعوبه. الجون بتاع ناصر ماهر جون ملعوب، جون ملعوب. نقلات الكره اتلعبت من دونج على ما اتذكر للجزيري، الجزيري بكعبه سندها لزيزو، ان لم تكن تخني الذاكره فكروني يا جماعه خليكم معايا،
تمام. وبعد كده الكره اتلعبت لناصر ماهر، حطها من وان تاتش على طول في الجون بشكل مميز جدا. فهدف رائع، هدف اولاني كان في الدقيقه 28، الهدف الثاني الجزيري في الدقيقه 58، هدف جميل ملعوب. عبد الله السعيد لا عمل مساهمه ولا جاب هدف، لكن النهارده ساهم في الهدف الثاني لنادي الزمالك بكوره بينيه حلوه قوي اتعملت، فابراهيم انضاي راح عاملها للجزيري والجون قدامه فاضي، حطها في المرمى بشكل اكثر من رائع. يعني تحس ان في جمل برضه من نادي الزمالك في مباراه اليوم. اذا نادي الزمالك استحق بكل تاكيد الثلاث نقاط النهارده باداء مقنع من فتره كبيره، اداء مقنع. الزمالك كان بيكسب في فترات بس مش احسن حاجه، وساعات خلي بالك بيبقى النتائج اهم جدا من الاداء. انا يا فرحتي النهارده الزمالك يلعب ماتش حلو بس يخسر او يتعادل، الجمهور مش هيبقى مبسوط. بس طالما في اداء لازم تشيد، طالما في اداء مع النتيجه لازم تشيد وتركز على الاداء. انا بشوف ان دي بدايه لماتشات كتيره جدا هيكون فيها الاداء كويس، خصوصا لما واحد زي ناصر ماهر موجود خلاص بشكل اساسي، عبد الله السعيد خلاص موجود بشكل اساسي، اللي بتفكر في قائمه افريقيه وقائمه محليه خلاص كلها قائمه واحده. النهارده ابراهيم انضاي بالمناسبه انا شايف انه عمل ماتش حلو قوي. عمر جابر زي ما قلت انا عاجبني، انا يا جماعه عمر جابر معلش انا بحب ادي كل واحد حقه، انا السنه اللي فاتت هعدها تاني قلت عمر جابر وحش جدا، السنه دي عمر جابر حاجه تانيه خالص. محمد صبحي لاول مره بيشارك من فتره كبيره، وده ان ده اللي يدل بالنسبه لي على ان محمد صبحي هيجدد في نادي الزمالك وان في تمسك باستمراره، ومن المفترض ان الحارسين يجددوا مع نادي الزمالك لان نادي الزمالك في اشد الاحتياج للحراس دول، حتى لو مستواهم من فترات في تذبذب بشكل او باخر، لكن اثنين حراس كبار جدا خبرات كبيره جدا. محمد صبحي في اعتقادي الشخصي هيكمل الفتره الجايه كاساسي، ولو حصل روتيشن في مركز حراسه المرمى ده هيكون اكبر غلط عند جوميز اللي بنشيد بيه. ثبت حارس والعب بيه واديله ثقته في نفسه وخد انت ثقتك فيه ايا كانت بقى اخطائه، استقر بس ارس على واحد ما تقعدش تبدل، لان انت لما هتقعد تبدل لا ده هيجيب مستواه ولا ده هيجيب مستواه، فاللي هيتاثر الفريق. استقريت على صبحي يكمل، سيب صبحي في الملعب خلاص. ألف مليون مبروك لنادي الزمالك الفوز النهارده بثلاث نقاط مهمه جدا بهدفي ناصر ماهر المتالق وسيف الجزيري ايضا المتالق. كده الزمالك 28 نقطه في المركز ال 12، والاتحاد قولوا لي يا جماعه كام نقطه لان مش باين عندي. ده بخصوص المباراه الاخيره النهارده من خلال المباراتين بالتحديد. طيب خليني اقول لكم اهو جدول الدوري قدام حضراتكم. كده الاتحاد في المركز الخامس 25 ماتش 36 نقطة، الزمالك في المركز ال 12 طبعا ليه عدد من المباريات المؤجلة 17 ماتش 28 نقطة في المركز ال 12. فده بخصوص جدول الدوري. طيب اكمل اخبار الزمالك قبل ما اروح للقصة بتاعة اللاعب ياسين حافظ لاعب نادي الزمالك في قطاع الناشئين. النهارده جوميز طبعا هنأ اللاعبين على الاداء المميز، لان فعلا الاداء كان مميز جدا والفوز طبعا على الفريق. ارتياح في نادي الزمالك بعد مراعاه ظروف الفريق من قبل الاتحاد المصري لكره القدم وتاجيل مباراه الزمالك مع بروكسي، نظرا لوجود 9 دوليين من الفرقه 5 اجانب والباقي 4 في منتخبنا الوطني، ف9 غايبين، فبالتالي الزمالك طبيعي ما كانش هيقدر يلعب المباراه دي يعني في كل الاحوال. انا مستغرب ليه الاتحاد من الاول بعت خطاب قال لك ان البروكسي بقى وحتى الالومنيوم والناس دي الفرق دي كلها المحترمه دي، ان يا جماعه انتوا هتلعبوا ماتش مع الاهلي ومع الزمالك بدون دوليين. طب انت بتقول بدون دوليين وخلاص بشكل مطلق كده على اساس ايه؟ طب ما ممكن الفرق كلها يعني الاهلي عنده 10 من اللعيبه المحليه في منتخب مصر، اعتقد في بعض اللي وفي غياب مثلا علي معلول، بخلاف اعتقد ممكن يكون ديان جاله استدعاء مش عارف بيرسي تاو اعتقد رايح جنوب افريقيا، فانت كان في 12 او يمكن 13 لاعب هيلعب بمين برضو الاهلي، فكان على اساس ايه الخطابات دي؟ لكن ده الطبيعي عندنا مفيش مشكله خالص. عندك ايه تاني؟ 5 المحترفين في نادي الزمالك اللي رايحين منتخبات بلادهم هيسافروا خلال الساعات القادمه القليله جدا، وفي راحه للفرقه لمده 5 ايام بعد مواجهه الاتحاد السكندري، ومجلس الاداره استغل فتره الراحه لانهاء ملف تجديد عقد صبحي وعواد، وده امر طارئ مهم جدا اعتقد هيتم العمل عليه خلال الساعات المقبله. كنت قلت لكم الاسبوع اللي فات خبر، وقلت لكم اللي عايز ينفي هو خبر رحيل الكابتن او اقاله الكابتن محمد حلمي
مدير قطاع الناشئين في نادي الزمالك وتعيين الكابتن بدر حامد بدلا منهم. بشكل رسمي النهارده الكابتن بدر حامد استلم مهام وظيفته الجديده داخل القلعه البيضاء كرئيس لقطاع الناشئين، وكابتن محمد حلمي رفض الاستمرار كمستشار للقطاع، فبناء عليه نتمنى كل التوفيق للكابتن بدر حامد. طبعا واحد من الناس الشاطره جدا جدا على مستوى الاعمار السنيه الصغيره ومستوى قطاعات الناشئين المختلفه، لكن قرر يتفعل النهارده بشكل رسمي زي ما انفرضنا مع حضراتكم الاسبوع الماضي. بمناسبه الزمالك فهناك مستحقات متاخره بالنسبه للاعبين، يعني الزمالك خلاص بيجهز لصرف هذه المستحقات. عارف ان ناس كتير هتقول لي يا امير الخبر ده نسمعه كل فتره، وازاي بيتم تجهيز المستحقات وبيتم سدادها ولسه في بعض المستحقات اللي كل شويه نقول نادي الزمالك بيجهز المستحقات دي. لكن في كل الاحوال نادي الزمالك بيحاول في اكتر من ملف، بيحاول في اكتر من جزئيه، فده امر غايه في الاهميه. نتمنى لهم يا رب كمجلس كل التوفيق. طيب انا معايا مداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد طارق عضو مجلس اداره نادي الزمالك، عشان عايز اتكلم معاه في اكتر من شق. يا استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك، ازيك؟ استاذ محمد. استاذ امير ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. ببارك لك على الكونفدراليه ومبروك طبعا لكل مجلس اداره نادي الزمالك. نعم؟ وانا ببارك لك على ابطال الدوري، الف مبروك. لا وبارك لي برضه على الكونفدراليه على فكره. طبعا طبعا. لان انا اكيد اكيد الحمد لله حاجه ايجابيه ان يبقى ابطال الدوري النادي الاهلي وابطال الكونفدراليه الزمالك، وان شاء الله يعملوا ماتش محترم في السوبر ان شاء الله يليق بقيمه مصر ان شاء الله. طبعا احنا كنا بنشجع كل تاكيد في الكونفدراليه، واكيد كنا بنشجع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، الاثنين بيمثلوا مصر في بطولات افريقيه مختلفه، وفرحه موجوده في الشارع الرياضي المصري. اكيد انت ماشي في الشارع شايف الناس كلها مبتسمه وسعيده، مظبوط؟ لا وخلي بالك كمان الحاله الايجابيه اللي شفناها من جماهير الفريقين في الماتشين دي المفروض نبني عليها حاجات كتيره لقدام ان شاء الله، بالذات احنا عندنا ماتش مهم مع بوركينا فاسو وان شاء الله كمان اظن اسبوعين، فباذن الله يبقى برضو نفس الصوره المتحضره تبان ان شاء الله في المدرجات، ويبقى في دعم قوي لمنتخب مصر ان شاء الله ونعدي من المرحله ديت، ويبقى في حاله عامه للرياضه بشكل عام ايجابيه. طبعا انت في الفتره اللي فاتت برضو كان في شويه مناوشات موجوده في قصه المنتخب بالذات، ان شاء الله كل ده يتلم ويعود بشكل ايجابي ان شاء الله، ونرجع كلنا برضو فرحانين في الماتشين اللي جايين ان شاء الله. يا رب، ده اللي كلنا نفسنا فيه باذن الله تعالى. طيب انا عايز ابتدي معاك في اكتر من محور في الحياه، بس خلينا نبتدي من الاخر شويه وبالتحديد اللاعب ياسين حافظ. احنا معانا تصريحات على لسانه النهارده، تحب تسمعها الاول ولا حابب ان انت تعلق الاول؟ احب اسمعها وهرد يعني ياسين. طيب. واغلبهم برضو لو انت ما عرفش عندك علم، لو ما اغلب الولاد في قطاع الناشئين هم يعني عشره معايا قويه بالظبط. انا عارف طبعا، انا عارف انا وياسين بالذات كمان هو والده صديق ليا بشكل قوي وراجل زملكاوي برضو قوي. فيعني احب اسمع التصريحات. بخلاف ان حضرتك عضو مجلس اداره، لكن احنا كنا حريصين ان انت تكون معانا على الهواء مباشره عشان عارف حجم العلاقه والارتباط ما بينك وبين عدد كبير جدا من ناشئي نادي الزمالك. طب نعرض يا جماعه كده تصريحات ياسين حافظ، واحنا معانا الاستاذ محمد طارق على الهواء مباشره. قال ايه ياسين حافظ ناشئ نادي الزمالك مواليد 2005، وهو اختص كابتن فريق 90. نعم كابتن فريق كمان. كابتن فريق كمان اختص بلاس 90 بالتصريحات دي. قال لك ايه؟ قال لك تهنئتي لامام عاشور امر طبيعي بحكم انه زوج اختي واخويا الكبير، الموضوع متعلق بشخص غير مسؤول في النادي يبحث عن اللقطه واثاره الفتنه بسبب تهنئتي لامام عاشور. البوست المنتشر لرد امام عاشور على هذا الشخص مفبرك. امام عاشور لا يملك حسابا على الفيسبوك، لم يتواصل معي احد من مجلس اداره نادي الزمالك بشان رحيلي عن الفريق. نادي الزمالك كبير وصعب، شخص ليس له صله بالنادي يتحكم في امر رحيلي عن الفريق. انا من عائله زملكاويه وتحت امر النادي في اي قرار، الزمالك بمثابه بيتي. واجهت صعوبات كبيره في الزمالك بعد رحيل امام عاشور الى الاهلي. جوميز المدير الفني للفريق الاول سال عني من اجل تصعيدي للفريق، واحد المدربين في القطاع ابلغه انني لا اشارك اساسيا مع فريق. تعليقك يا فندم. طيب هو ليها كذا جزء عشان برضو اعلق، مظبوط؟ اتفضل. هعلق الاول بصفتي كراجل زملكاوي، وهعلق بعد كده بصفتي راجل عضو مجلس اداره. اوكي. بصفتي زملكاوي اكيد انا كزملكاوي حاجه ما يعني هنتكلم بفير. طبيعي هو امام في يعني في نسب موجود وطبيعي ان انت تهنيه، بس خلينا النهارده مقتنعين ان في جزء النهارده في مشاعر الجماهير بيضايق في تفاصيل معينه، لازم انت بقى عندك
من النضج اللي يخليك النهارده تبقى عارف ايه هيضايق وايه مش هيضايق وايه توقيته وايه عدم التوقيت اللي يوصلنا للحاله اللي موجوده من امبارح في الموضوع دوت. تمام. فطبيعي لازم كان بقى فيه زي ما انت بتتكلم بشكل محترم على جمهور الزمالك وعلى مجلس اداره الزمالك كل ما انت في نادي الزمالك، كنت لازم ده يبقى بشكل فعلي اكتر. يبقى فيه النهارده احترام لدوت، ان انت ما بقاش تستفز الناس او تضايق الناس. ممكن هقولها بشكل برضو فيها، مش عايز برضو اختار لفظ يعني مناسب ليها. ممكن كان فيها عدم نضج شويه. تمام. او عدم تحمل مسؤوليه، ان انت راجل كابتن فرقه في 2005 وده النهارده فرقه 20 سنه في نادي الزمالك سن مش صغير طبعا. فانت لا هي طبعا عامل استفزاز كبير. مش للنادي الاهلي، لا النهارده في، خلينا مقتنعين ان امام في رواسب موجوده مع جمهور الزمالك، راجل كان جمهور الزمالك واخد موقف من امام طبيعي بحكم انتقاله. طبيعي نكمل الكلام في النقطه ديت. لا انت ضايقت ناس كتير جدا، وكان لازم تراعي شعور جماهيرك بالظبط. ثاني حاجه النقطه اللي هو برده فيها تهكم على شخص، لا الشخص ده ليه كل الاحترام مننا كلنا، وشفنا امبارح ان كل جماهير الزمالك كانت بتدعمه بقوه جدا، وهو راجل زملكاوي حقه ان هو يعبر عن صوره هو شافها مش ايجابيه. ما فيهاش مساحه ان انت يبقى ليك رد انتقاد كده، لان الناس النهارده لما في الموقف دوت وقفت في ظهر الراجل اللي انت بتنتقده، ما وقفتش في ظهرك انت. فطبيعي النهارده طالما جمهور الزمالك خد الاتجاه دوت، فبقى الراجل ده هو اللي صح وانت اللي عندك خطا. بس تمام. النهارده نمشي للجزء الايجابي في الموضوع. ان هو راجل النهارده طلع اعتذر او طلع اتكلم بشكل كويس على المنظومه بشكل عام. فهنحاول نقفل الصفحه. يا ريت يا جماعه نعرض الصوره اللي هنئ فيها امام عاشور، ونعرض الصوره اللي اعتذر فيها بعد اذنكم. اتفضل يا فندم، سامعك. بالنسبه للقرار، القرار دوت يخص مجلس اداره نادي الزمالك بالكامل. المنوط بالموضوع دوت هو كابتن حسين السيد، ان هو مسؤول من مجلس الاداره عن ملف قطاع الناشئين. وانا اظن ومتاكد ان كابتن حسين عنده من العقليه ومن اداره الموضوع بشكل اللي يفيد نادي الزمالك، ده الاهم. اللي يفيد نادي الزمالك ويحافظ على حقوق نادي الزمالك ويحافظ على مشاعر نادي جماهير نادي الزمالك، وده اللي النهارده يهم كل ما يمثل نادي الزمالك. ده امر مهم جدا. طيب ده تعليقك كواحد من جماهير نادي الزمالك ولا كعضو مجلس اداره؟ الجزء الثاني كعضو مجلس اداره. تمام. ان احنا كمجلس اداره، ودي اداره كابتن حسين النبيل الفتره اللي فاتت، ما بياخدش قرارات مستعجله او قرارات فيها عشوائيه او فعاليه زي ما بيتقال او كان زي ما كان بيحصل قبل كده، لا بيدرس الامور بيشوف النهارده مصلحه نادي الزمالك فين واحتياجات نادي الزمالك ايه. والنهارده برضو الاهم من كل دوت، جمهور الزمالك النهارده هل النهارده اتاثر باللي حصل ولا لا؟ كل دي النهارده بتتحط في الحسبان، وكابتن حسين والمجلس كله حاطط ثقته في كابتن حسين السيد في موضوع ملف قطاع الناشئين. وانا زي ما بقول لك ان انا عندي ثقه كبيره ان كابتن حسين هيعمل الاصلح للنادي. وفي نفس الوقت النهارده هي مش خصومه شخصيه مع الولد، لا الولد برضو في الاخر خالص هو راجل متربي في النادي. عمل تصرف خاطئ ودان عليه، نادي الزمالك اكيد هيكون ليه قرار اكيد بشكل النهارده. ويحسب للولد نفسه ان هو قال يا استاذ محمد ان هو برضو ابن من ابناء نادي الزمالك وتحت امر النادي، دي حاجه تحسب له، وان هو من عائله زملكاويه. غالبا دي حقيقه فعلا، هو راجل زملكاوي جدا، وهو يعني انا في حاجات ما ينفعش اقولها قبل ما امام يروح النادي الاهلي. لا يعني لا ليه، قول برضه عشان نعرف جماهير الزمالك. قويه من كل اتجاهاتها، يعني مش محمد حافظ بس اللي زملكاوي. ده اخواته واولاد امام وعيله ما شاء الله كمان اعضاء عندنا في النادي من زمان جدا. وعيله لا ليها احترامها جوه النادي. ايه الحاجات اللي هي قبل، ايه الحاجات اللي حصلت قبل انتقال امام للنادي الاهلي؟ يعني مش ما في حاجات، انا ما بحبش العب بمشاعر الجماهير. لا مالهاش علاقه، هو الجمهور برضه عشان يعرف. اكيد راجل زملكاوي اكيد كان يتمنى ان امام يبقى في الزمالك، يعني ومش هنكذب على بعض، امام نفسه اكيد كان يتمنى ان يبقى في نادي الزمالك، ممكن الظروف ما خدمتش دوت امام نفسه. تمام. الراجل بيجتهد في المكان اللي هو فيه. ودي حاجه برده ما تعبش امام في حاجه، خلاص هو ده عصر الاحتراف. الراجل النهارده بيمثل النادي بتاعه، ممكن شويه يعاب ان ممكن جمهور الزمالك كان سبورت ليك بشكل قوي، وكان شايفين فيك حاجه مختلفه وحاجه مميزه، وكان مدينك دعم قوي جدا. كان ممكن بس يبقى فيها احترام شويه، او مش عايز بس كلمه احترام عشان برضه كلمه كبيره شويه، تقدير شويه لجمهور الزمالك بعض التفاصيل او بعض الشكل الاحتفال، حاجات معينه انت بتحصل ممكن تضايق الناس. المشكله النهارده خلاص انت رحت النادي الاهلي، كونجراتليشن ليك او يعني مبروك ليك، وان شاء الله تبقى متوفى، انت لعيب كويس. محدش يقدر ينكر في مصر كلها ان امام عاشور من اميز اللعيبه اللي موجوده في مصر، ده واقع. يعني هو من اكثر الناس المؤثره الفتره اللي فاتت على الاهلي. طبعا. كنا نتمنى ان هو قبل ما يروح كنا في الفعل الماضي نتمنى ان هو كان يبقى يكمل في نادي الزمالك. خلاص جود لك ليك في الحته بتاعتك، بس في نفس الوقت يعني كنتوا تتمنوا. دلوقتي ما فيش اي نوع من انواع التمنيات عند مجلس اداره نادي الزمالك ان في المستقبل يكون في محاوله لاعاده امام عاشور لنادي الزمالك؟
يعني خليني برضو اتابع سياسه كابتن حسين. كابتن حسين ظهر في انترفيو من كذا يوم في حاجات مش وقت ان احنا نتكلم فيها، او مش ما الكلام فيها لا يضيف حاجه ولا هياخر في حاجه. تمام. فمش طيب. ما اظنش ان هو هيفيد بحاجه. هو لا خالص النهارده انا اتمنى ان امام يركز الفتره اللي جايه، راجل موجود في منتخب مصر، اتمنى له التوفيق مع المنتخب الفتره اللي جايه. وان شاء الله برضو نادي الزمالك عنده لعيبه كتيره كويسه. طبعا طبعا. انا بالنسبه لي ممكن هو بشكل عام لا الزمالك ولا الاهلي بيقف على لاعب، ده امر مفروض طبيعي منه. طبعا طيب. يعني عايز برضو عايز منك تعليق يا استاذ محمد، لان برضو في سياق كلامك قلت ان امام كان عنده الرغبه انه يرجع على نادي الزمالك الاول. انا عارف ان الموضوع ده خلاص عدى عليه، لكن امبارح خلي بالك من حاجه، انا مش بقول كلام. هو امام فتره اللي كان فيها في الدنمارك ونزل مصر كان ساعتها كان عنده اصابه، اظن انه كان بيتاهل في نادي الزمالك. أيوة وكان متواجد بشكل كبير يوم في نادي الزمالك الفتره دي. في المقابل امام امبارح استغل فرصه الفوز مع الاهلي بدوري ابطال افريقيا ونشر صوره ليه بتيشيرت الاهلي وهو صغير. عندك اي تعليق على الصوره دي؟ عندي تعليق واحد بس، ان هو في ناس كتير النهارده، وبرده ده انا ما بمنعش ده خالص، هو راجل مش صغير وراجل النهارده لعيب دولي. بس خلينا مقتنعين النهارده ان في لعيب تاني من فتره كان في الزمالك بس شعار الزمالك، وبعديها بفتره نادي الاهلي وبقى شعار النادي الاهلي. فاحنا النهارده في وقت احتراف. صح. انت طبيعي النهارده جمهور الاهلي بيدعمك، فطبيعي ان انت ترد له دوت وتبين له ان انت عندك ولاء وانتماء للنادي بتاعك. تمام. دي حاجه تخصك انت. طيب. انا بالنسبه لي يخصني بس كده، راجل زملكاوي او راجل كمسؤول في نادي الزمالك. اوكي. ان برضه نادي الزمالك كان ليه فضل عليك في حاجات كتيره جدا في الحياه، هو ساعدك في الظهور، ساعدك النهارده ان اسمك يزيد، قيمتك تعلى، كان طبيعي النهارده جمهور الزمالك هو السبب في كل دوت، كان طبيعي يبقى في حته تقديريه اكتر شويه، بس طيب. مش اكتر من كده في الموضوع ده. عندي سؤالين بس سريعا. ده ما يمنعش ان انا بحترم كل الناس وبقدر كل أكيد. الناس. أكيد. وبالتوفيق ليه ان شاء الله. طيب. عندي سؤالين سريعا ومحتاج ردود سريعه. ياسين حافظ قال ان هو واجه صعوبات كبيره جدا داخل نادي الزمالك من ساعه ما امام مشي، تعليق حضرتك ايه؟ يعني انا مش عايز اقول لك كلمه ممكن في ناس كتير ما تعرفش اصلا ان امام في علاقه نسب بين امام، ممكن انا عشان مختلط شويه فعارف التفاصيل من اي تو زد زي ما بيتقال. بس اغلب الناس ما عندهاش، ممكن في ناس كتير جوه النادي ما تعرفش ان في ولد قريب امام ما تعرفش ان هو ده قريب امام عاشور. يعني لو هننتسب الكلام ده للمجلس مثلا ال 12، ما اظنش ان عقلياتهم أكيد. ما شاء الله انت اكيد شايف ان هم ناس كلها محترمه وناس طيب. كلها طبعا طبعا يعني عندهم من الثقافه ومن من طريقه التعامل اللي ما تخليهمش يشخصنوا حاجه زي كده. يبقى في فصل، يبقى في فصل في الامر ان هو كان في اول الموسم يديله الاستغناء. تمام. صح 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 مظبوط. طيب الحاجه الاخيره، بيقول برضو ان جوميز طلب تصعيده للفريق الاول، هل ده حقيقي ولا لا؟ ان هو سال عنه في مدرب في القطاع قال لا ده اصلا ما بيلعبش اساسي، هل حضرتك سالت الكابتن حسين السيد فاداك اجابه على الموضوع ده؟ انا ممكن ارد عليك، مش محتاج اسال كابتن حسين. اوكي انا عارف. لا بما ان حضرتك قلت لي ان الكابتن حسين السيد هو المنوط بملف يعني انا ممكن اجاوب بقى دي بالسند. ممكن كابتن حسين حلو قوي يلا. نفسه اللي هو راجل رئيس النادي عندنا اللي هو الاب لينا كلنا طبعا. اظن في موضوع زي دوت هو راجل مدي الصلاحيه الكامله للمدير الفني. مستحيل مستحيل يكون الراجل المدير الفني محتاج لعيب من قطاع الناشئين ويكون هيضيف ليه. منطقي. كلام منطقي. وهيقول له لا ما تطلعوش عشان ده يسيب امام عاشور. بالعكس كابتن حسين نفسه بيتكلم عن امام بشكل محترم. صح. يعني بالعكس مدرب كلام منمق ومظبوط جدا. صح. خلي بالك من حاجه برضو، ياسين لعيب كويس. ياسين لعيب موهوب، كورته حلوه جدا. انا كواحد من الناس بعيدا بقى برضو عن ده اللي احنا بنسمعه فعلا. كورته حلوه وبستمتع بكورته، بس تمام. هي مش كل حاجه، في امور ثانيه كثيره مع الكوره بتكمل الموضوع. صح صح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد طارق، سعدت جدا بمداخلتك معانا. استاذ محمد طارق عضو مجلس اداره نادي الزمالك كان معانا كمداخله مهمه جدا في اطار توضيح امور تتعلق بما حدث مع ياسين حافظ لاعب نادي الزمالك في قطاع الناشئين. اللاعب مستمر حتى الان واكيد هيكون في تحقيقات في الامر زي ما قال لنا استاذ محمد طارق. اخيرا قبل ما اطلع فاصل، النهارده المستشار تركي آل الشيخ عبر فيسبوك أعلن بشكل رسمي أو نفى بشكل رسمي أن كل الشائعات اللي خرجت بأن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك هتكون في السعودية، وقال الآتي. أعتقد معنا سكرين شوت أو معنا صورة لحساب المستشار تركي آل الشيخ اللي بيقول من خلاله غير صحيح إشاعة تقدمنا هنا عائدة على طبعا المملكة العربية السعودية أو هيئة الترفيه تحديدا أو قدام حضراتكم، غير صحيح إشاعة تقدمنا بطلب الحصول على السوبر الإفريقي، ولا نية لنا لذلك، ولا نية لنا لذلك. إذا الأمور حسمت. هو كان بس في بروتوكول ما بين الكاف والجانب السعودي، فربما ناس كتير ربطت الموضوع، لكن هنا المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية هو خلاص حسم الأمر وقال ان مفيش نيه لاستضافه السوبر الافريقي. وبناء عليه بقى عشان اقول لحضراتكم برضو نقطه مهمه جدا،
السوبر الافريقي ممكن جدا يكون في استاد العاصمه الاداريه الجديده، ماشي، او في دوله الامارات الشقيقه. دي المعلومات اللي لحد اللحظه دي موجوده عندنا بالتحديد بعد البوست بتاع المستشار تركي آل الشيخ. المعلومه اللي عندنا ان الاقرب يا اما استاد العاصمه الاداريه، استاد مصر بالعاصمه الاداريه الجديده، او دوله الامارات. هل ممكن في المستقبل قطر تتقدم بطلب لاستضافه هذه المباراه التاريخيه؟ بكل تاكيد، واي حد يتمنى ان يبقى عنده ماتش اهلي وزمالك كده ممكن جدا. الموضوع في ايد مين؟ الموضوع في ايد الاتحاد الافريقي اللي بيسوق لهذه المباراه، والمره دي هيكسب مكاسب قد كده من الماتش ده، لان اهلي والزمالك هيلعبوا بعض السوبر افريقي، فاي حد هيبقى عايز يجيب الماتش ده. فدي نقطه مهمه. انا عن نفسي اتمنى ان المباراه تبقى في مصر وفي استاد مصر بالعاصمه الاداريه الجديده باذن الله. هروح لفاصل، بعد الفاصل بقى ايه، اوعى تحول. ليه بقى؟ عشان هديك كام معلومه مهمه جدا في النادي الاهلي، ومعانا انفراد غايه في الاهميه، انفراد مهم جدا في النادي الاهلي. بعد الفاصل خليك مكمل معانا في بلس اسمك. اهلا بحضراتكم من جديد. بص بقى، فتح كده ودانك معايا وركز واكتب وامسك كده ورقه وقلم واكتب اللي ايه هنقول لك عليه دلوقتي، عشان ده كلام غايه في الاهميه، ليه علاقه بمستقبل فريق الكره في النادي الاهلي بالتحديد على صعيد المهاجمين. انا النهارده مش هرمي كل بياضي، النهارده مش هقول لك كل التفاصيل اللي عندنا، بس هديك ايه جزء. خلاص، رقم واحد، كولر سافر سويسرا، واخد اجازه لمده 5 ايام تقريبا، وبعد كده هيرجع عنده جلسه، هيرجع يوم السبت. اول ما هيرجع عنده جلسه مع لجنه التخطيط للكوره بحضور الكابتن محمود الخطيب. خلاص، الجلسه هتبقى خلال الاسبوع اللي جاي او الاسبوع اللي بعده بالكثير، المهم قبل من نهايه التوقف الدولي اللي احنا داخلين عليه. خلاص، جلسه مهمه جدا مع لجنه التخطيط للكوره والكابتن محمود الخطيب، ماشي. الجلسه دي هيتكلموا فيها عن عدد من الامور اللي بتتعلق بالصفقات، لان كولر اكيد والنادي الاهلي والمسؤولين عن الكره في النادي الاهلي عارفين كويس قوي ان الفريق محتاج لصفقات. هتقول لي بطل افريقيا محتاج صفقات؟ اي بطل لازم يوصل تدعيماته طول ما هو عايز يحافظ على كونه بطل، ده طبيعي، ودي ثقافه النادي الاهلي والانديه الكبيره، دايما عايز تدعيمات، دايما عايز صفقات. فهيتم الحديث عن ملف الصفقات وحسم بعض الاسماء فيما يتعلق كمان بالراحلين. فاكرين لما قلنا لكم من 3-4 اسابيع عدد من الاسماء الراحله عن النادي الاهلي؟ احنا لسه عند كلامنا، تمام، وناس كتير جدا انتقدتنا ساعتها، وناس كتير جدا طلعت تدافع عن النادي الاهلي، حقهم المشروع، ما فيش اي مشكله خالص، احنا بنقول او بنقوم بشغلنا بالشكل الطبيعي جدا طبقا للمتعارف عليه. طيب، الخبر بقى والانفراد اللي هقوله لحضراتكم، اولا اداره السكاوتنج في النادي الاهلي عرضت 5 مهاجمين. انا كل ده ما قلتلكش الانفراد، ركز معايا، 5 مهاجمين اجانب على طاولة لجنة التخطيط للكرة، وتم عرضهم على مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي. خلاص، 5 أجانب. الأكتر من كده إن الخمسة الأجانب وافق عليهم كولر على إن ينضم فيهم أيا منهم، يعني ينضم للنادي الأهلي أي واحد فيهم من الخمسة. الراجل اللي شافهم اتفرج عليهم عجبوه، وطالما عجبوا كولر يبقى هم مهاجمين مميزين. هتقول لي يا عم اصبر بقى، ده انت ما كولر جايب مودست مش مميز ولا حاجه. هقول لك طبقا للي احنا عارفينه، مودست ده انا يعني اعتقادي دي حاله طارئه عند حاله عارضه زي ما بيتقال كده عند كولر، يعني الاختيار يعني ما كانش موفق، لكن في كل الاحوال 5. طيب، خد معاك الكلام ده. في اسم تداول على مدار الفترات اللي فاتت، وهو اسم محمد كانوتيه. خلاص، كان في رفض بخصوص التعاقد مع اللاعب ده في النادي الاهلي. اللاعب ده بيلعب في فريق اسمه جروزني الروسي. اللاعب بالمناسبه على نهايه الموسم ده حر، هو لاعب بوركيني. بيعود للصوره في النادي الاهلي. والراجل مقتنع بيه، بيعود للصوره والراجل مقتنع بيه، اهو اللي قدام حضراتكم على الشاشه، وبالمناسبه هو مهاجم كويس جدا جدا. وعقده المفروض ينتهي مع نهايه هذا الموسم، فصفقه انتقال حر مريحه للنادي الاهلي. مريحة للنادي الأهلي، مش معنى ده، تمام، مش معنى ده إن خلاص هو ده اللي هيجي. أنا بقول لك الراجل معجب بيه، وبالمناسبة كان طلب قبل كده التعاقد معاه من سنة تقريبا، من سنة. خلاص،
هو لاعب بوركيني زي ما قلت لحضراتكم، عنده كمان جنسيه ايفواريه بس هو بيلعب منتخب بوركينا، واعتقد شارك في امم افريقيا الاخيره وكان مهاجم كويس جدا. طب خد بقى الاسم الجديد بقى اللي ما اتقالش في اي حته، في مهاجم مغربي اسمه محسن بوريكا. محسن بوريكا ده مهاجم فريق المغرب الفاسي في الدوري المغربي، وهو هداف الدوري المغربي حاليا برصيد 12 هدف، لاعب مواليد 2000، عنده 23 داخل في 24 سنة. تمام؟ ده أحد أهداف النادي الأهلي في الانتقالات الصيفية المقبلة، أو اللي قدام حضراتكم دلوقتي ده على الشاشة. اسمه محسن بوريكا. مهاجم المغرب الفاسي. مهاجم هداف 12 هدف حتى هذه اللحظة في الدوري المغربي، من أفضل المهاجمين هناك، ومهاجم صغير في السن 23 سنة مواليد 2000. خلاص؟ الاسم ده الاسم الثاني اللي بقول لحضراتكم عليه، مهاجم مغربي مميز جدا. طيب بخلاف الاثنين لعيبه اللي اتكلمنا مع حضراتكم عليهم دول، في ثلاث لاعبين اخرين اجانب مطروحين. في اسم وصل لنا عرفناه بس لسه مش متاكدين منه، عشان كده مش هقول لك الاسم، احب لما اجي اقول حاجه ابقى متاكد منها 100%. اول ما اوصل للاسم باذن الله هنقول لحضراتكم بلس 90، هنقول لحضراتكم الاسم الثالث بقى في القائمه بتاعت الخمسه الاجانب اللي بيفاضل بينهم النادي الاهلي بعد موافقه كولر، واكيد اكيد هيبقى في مفاضله مع كولر نفسه. انت عاجبك الخمسه، طب اختار الاولويه تكون ناحيه مين، طب نحاول مع ده، فشلت المفاوضات نروح للرقم 2. الترتيب والسياسه اللي اكيد بيمشي بيها اي نادي كبير. طب ده على صعيد الاجانب. على صعيد اللاعبين المحليين، الراجل ابدا اعجاب كبير جدا جدا، وده مش من وليد اللحظه دي، لا من فتره، باحمد امين اوفا مهاجم انبي. هو ده اللاعب والمهاجم المحلي الاوحد، بخلاف ان هو كان عاجبه على فكره اسامه فيصل برضه، بس الكفه دلوقتي مايله لاوفا. اسامه فيصل لاعب البنك الاهلي اللي فعل البنك الاهلي التعاقد معاه بشكل نهائي، الاثنين موجودين في الصوره، بس المرحلة الحالية دي الراجل مايل شوية لايه؟ لأوفا كمهاجم محلي. كمهاجم محلي قائمة اللاعبين او المهاجمين في النادي الاهلي الموجودين دلوقتي قد تشهد مفاجأة كبرى، بس برضو ده مش وقتها، لما اتأكد منها هقولها لحضراتكم. خلاص كده انا كده قلت لحضراتكم الانفراد اللي عندنا النهاردة. بأكد تاني على محسن بوريكا المهاجم المغربي اللي بيلعب في نادي المغرب الفاسي، وهعرض لحضراتكم بعض اللقطات الخاصه باللاعب، وهو هداف برصيد 12 هدف حتى هذه اللحظه في الدوري المغربي، اللي بيدخل بقوه اهتمامات النادي الاهلي، والراجل عاجبه قوي اللاعب ده. ضرب الجزاء ماشي، اللي بعده هتلاقي بقى اهداف ثانيه متنوعه مميزه اهو. الله الله الله، ايه ده ايه ده، مهاجم واضح ان هو يعني اللقطه اللي فاتت دي لوحدها بتعجب الجمهور يعني، اهو عالطاير ماشي بايده ماشي برجله ماشي زي فيلم مرجان احمد مرجان يعني، لكن لا يعني اللعيب واضح ان هو عنده لمسات جيده وعنده امكانيات جيده. ده اسم مرشح بقوه للانضمام للنادي الاهلي في فتره الانتقالات الصيفيه المقبله. اهي اللقطات اهو، لا ما شاء الله ما شاء الله، لعيب جامد، مهاجم جامد. طبعا بصوا عشان برضه اكون واضح مع حضراتكم، الفيديوهات مش كافيه عشان نكون بنتكلم بصراحه، انا برضه مش بقتنع قوي فكره ان انا اتابع بعض اللقطات والفيديوهات، لان دي تبقى احسن لقطات اللاعب. في امور اخرى ليها علاقه بتحركات اللاعب، بذكائه داخل الملعب، بجوانب اخرى، لكن انا بقول لحضراتكم ان اداره السكاوتنج في النادي الاهلي اشتغلت على اللاعب ده بشكل جامد جدا، وكولر وافق عليه. طالما كولر وافق عليه يبقى هو شاف حاجات متنوعه بعيدا عن اللقطات اللي احنا بنعرضها لحضراتكم كاهداف او ربما بعض التحركات مثلا يعني. لكن اللي يبدو لينا كمتابعين من خلال الفيديو ده ان هو مهاجم جيد واضح. تمام؟ فخلينا ننتظر، هل هيكون هو ده المهاجم خلاص اللي هيستقر عليه النادي الاهلي ولا لا؟ انا بقول لك ان ده الاسم الابرز اللي موجود في قائمه الخمسه المعروضين على كولر طبقا ل شغل السكاوتنج، اداره السكاوتنج، وبعد كده هيتم تكليف امير توفيق مدير اداره التعاقدات ان هو يخش في المفاوضات دي. طيب اخر حاجه في النادي الاهلي، في تصريحات كتيره جدا خرجت على لسان مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، المدير الفني الحالي، فركز معايا في التصريحات دي لان التصريحات دي تاكد لك بعض الاخبار اللي احنا قلناها لحضراتكم واللي البعض هاجمنا فيها
للبعض هاجمنا فيها. الراجل امبارح بالتحديد اتكلم على علي معلول، تصريحات منتشره بشكل كبير جدا، وقال لك ايه؟ قال لك علي معلول لاعب عظيم وله دور كبير خارج الملعب وداخل الملعب، وصعب جدا حد يقرر مسيرته. هقعد مع الاداره بشان تجديد عقد اللاعب وهنختار الحل الامثل. وهنختار الحل الامثل، ركز بس في الكلام. قال لك اتناقشت مع الجهاز الفني، دي نقطه انا هاجي لها دلوقتي. قال لك ايه كمان؟ قال لك علي معلول عنده 35 سنه وده لازم يتحط في الاعتبار. قال لك ايه كمان؟ قال لك لو تجديد علي معلول في يعني قرار تجديد علي معلول ده قرار خاص بالاداره، لو الاداره شايفه ان يتم التجديد لعلي معلول فخلاص الاداره تجدد، دي حاجه ترجع للاداره. تقدر تستشف في ام الكلام، وده ليس تقليلا من يعني امكانيات علي معلول الجباره، هو اعظم لاعب واهم لاعب جه في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ ربما الانديه المصريه دون مبالغه كظهير ايسر، سواء على مستوى الاجانب او حتى على مستوى اللاعبين المحليين، مع كامل احترامي للجميع. كامل احترامي للكابتن ربيع ياسين، على الكابتن سيد معوض، على كل النجوم، على الكابتن محمد عمار، كلهم ناس جامده قوي قوي، بس دول ده اجمد منهم. مع كامل احترامي. واعتقد هم نفسهم يعترفوا بذلك. على مستوى الاجانب هو اجمد من جيلبرتو، ما فيهاش نقاش. جيلبرتو جامد قوي. على معلول اجمد. خلاص؟ كل الكلام ده ما يقللش من معلول، بس ده بيؤكد على ايه؟ على اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه من ثلاث اسابيع ولا اكتر، ان في اسماء راحله عن النادي الاهلي من ضمنهم علي معلول بسبب الجوانب الماديه. هتقول لي بقى الموقف دلوقتي، اقول لك قد يتغير الموقف، لان الشخص الوحيد داخل النادي الاهلي اللي حتى هذه اللحظه متمسك اشد التمسك باستمرار علي معلول داخل النادي الاهلي هو رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. بقول لك معلومه، فيما عدا ذلك كافه الادارات المختصه شايفين ان سنه الحياه وهي دي الكوره. سنه الحياه وهي دي الكوره. يحصل مستجد بقى التجديد علي معلول بقرار من كابتن محمود الخطيب، فهيحترم جدا كولر هذا القرار، واعتقد تصريحاته معناها كده. خلاص كده؟ دي جزئيه مهمه، ده تاكيد اولاني. التاكيد الثاني على كلامنا، وخلي بالكم احنا لما جينا نتكلم على امور تتعلق بكولر، احنا عارفين كويس قوي ان الاجانب دول ما بيطلعوا يتكلموا يا جماعه ما عندهمش بقى الحسابات، واصل بلاش اقول كذا عشان كذا ومش هخبي حاجه، لا دول ناس دغري بيتكلموا بصراحه على طول. فلما بنيجي نقول حاجه ليها علاقه بكولر واختيارات كولر وقرارات كولر، احنا عارفين كويس ان في يوم من الايام الراجل هيطلع يتكلم، يا اما هياكد يا اما هينفي الكلام ده. بس الراجل لما طلع اتكلم اكد اللي قلناه لحضراتكم من ساعه ما الكابتن سيد عبد الحفيظ مشي، ها ركز معايا في الكلام، وطلع البعض من الزملاء الاعزاء سواء صحفيين او اعلاميين قالوا لك صاحب قرار رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ مين؟ كولر. كلام مش حقيقي، قلنا لحضراتكم كولر ليس له اي علاقه برحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، ومنصب مدير الكره داخل النادي الاهلي هو منصب يتحكم فيه او تتحكم فيه اداره النادي الاهلي. اداره النادي الاهلي، مدير الكره في النادي الاهلي هو ممثل عن الاداره في الجهاز الفني، فلا يتدخل ابدا المدير الفني طبقا لسيستم الاهلي اللي انا قلت لحضراتكم عليه، لا يتدخل المدير الفني في قرار رحيل مدير الكره، لكن ممكن يكون ليه راي، وده اللي حصل مؤخرا وقلت لكم عليه وهعيد تاني. لكن الراجل قال لك ايه؟ قال لك انا ما اعرفش حاجه، ما كنتش اعرف ان الكابتن سيد عبد الحفيظ هيمشي ولا طلبت، انا لقيت الكابتن محمود الخطيب بيبلغني بالقرار ان احنا كاداره قررنا رحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ. دي تصريحات كولر صوت وصوره، تاكيد على اللي احنا قلناه قبل كده، ونفيا للبعض الاخر من الزملاء الاعزاء، وعادي الناس كلها ممكن تجتهد واحنا ممكن نجتهد ونخطا، يعني عادي جدا، هي دي الشغلانه. لكن انا عايز اطرح تساؤل غايه في الاهميه، غايه في الاهميه. أين الكابتن خالد بيبو من تصريحات مستر مارسيل كولر بالأمس؟ ده مش سؤال عادي. هتقول لي الله يعني إيه؟ مش شرط يجيب اسم الكابتن خالد بيبو. لأ لأ، ركز معايا. رقم واحد، هو شكر الكابتن سامي قمصان، ولازم ندي الكابتن سامي قمصان حقه، لأن هو قال لك الكابتن سامي قمصان وهو عضو أيضا في الجهاز الفني اللي موجود هو صاحب قرار بديل معلول في مباراة الترجي في وقت صعب جدا. انا من الناس انتقدت الكابتن سامي قمصان، لكن للامانه الشديده الكابتن سامي قمصان بقى ليه دور اهو، ما عنديش اي خجل خالص ان انا بعد ما انتقدت اطلع اعترف ان انا قيمت الوضع غلط. الكابتن سامي قمصان ليه دور في الجهاز الفني بدليل تصريحات كولر نفسه لما قال لك سامي قمصان هو صاحب اشراك فكره اشراك كريم فؤاد بدلا من علي معلول، لانه كان ملم بقدرات كريم فؤاد في المركز ده،
وفعلا كان عنده حق، ده كلام كولر، لان كريم فؤاد اجاد في الماتشين، طبعا لعب ماتشين كاملين لان علي معلول خرج في الدقيقه السادسه تقريبا من ماتش الذهاب، تمام. وقال له في ماتش مازيمبي على مين في نص الملعب؟ متولي، واخد بالك؟ فاذا ده دور الكابتن سامي قمصان، اذا الراجل سعيد بدور الكابتن سامي قمصان في الجهاز الفني. طيب لماذا لم يذكر مستر كولر اسم الكابتن خالد ديبو؟ ده معناه ايه؟ معناه ان احنا قلنا لحضراتكم كلام كان مظبوط من فتره. جيت تقول لي بقى التوقيت ومش التوقيت، اهو احنا بنقول بعد ما الاهلي فاز بدوري ابطال افريقيا. الموضوع يا جماعه المعلومات ملهاش علاقه بالتوقيت، لكن ده تاكيد على ان مستر مارسيل كولر غير راضي على اداء الكابتن خالد ديبو كمدير للكره داخل النادي الاهلي، وهناك اكم الكواليس اللي فيه البعض منها ممكن يتقال والبعض الاخر لا يقال. كامل احترامي وتقديري للكابتن خالد ديبو، بحترمه جدا على المستوى الشخصي، لكن انا بقول معلومات وشغلي، ده طبيعي جدا للأمم. دي بعض التاكيدات من مستر كولر على بعض الامور اللي تطرقنا ليها على مدار حلقات مختلفه من بلس 90. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل الاستاذ عمرو الدردير وايضا الاستاذ علاء عزت في فقره مهمه جدا من فقرات بلس 90. بعد الفاصل مكملين، استنونا. بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين بلس 90. نورني ويشرفني الاستاذ عمرو الدردير الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ عمرو ازيك؟ مساء الخير، ازيك يا كابتن امير؟ وسعيد جدا اني معاك ومع علاء، وانا عارف علاء مش سعيد لكن انا سعيد. مش سعيد ده الفرق؟ لا طبعا، في فرق كبير بين الزمالكاويه والاهلاويه. ربنا يخليك. لا طبعا سعيد جدا 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 يعني، وسعيد ان احنا يعني ابتدينا مع القناه بانتصارات كبيره للزمالك والاهلي وطبقتين ورا بعض، فالحمد لله. يعني الحلقه اللي فاتت جينا الزمالك بطل الكونفدراليه، النهارده جايين والاهلي بطل دوري الابطال، فدي حاجه جميله. انا لا انا سعيد النهارده بعمرو، يعني سعيد باستاذ عمرو. سعيد باستاذ عمرو. طب ليه انت ليه عندك الاحساس ده يا استاذ عمرو؟ لا هو قال كده المره اللي فاتت، مش احساس. بص ما تحولش الموضوع لاحساس، انا بتاع اقوال لا افعال. اقوال لا افعال. لا الاسبوع ده بحبك مؤقتا. الاسبوع اللي فات ما كانش بيحبني، الاسبوع ده بيحبني. طيب احنا عندنا اكتر من محور مهم جدا عايزين نتكلم بخصوصه. اول حاجه يا استاذ عمرو، طبعا الاهلي فاز ببطوله دوري ابطال افريقيا، لكن في جوانب عديده حوالين اللقاء نفسه تتعلق مثلا بالجوانب التنظيميه. يمكن اعتقد التنظيم كان رائع جدا، حتى الاحتفالات بعد المباراه. رايك ايه السبب ان مثلا ماتش الاهلي خلص بالشكل الحلو ده؟ كجوانب احتفاليه، كتنظيم، كالناس اللي مسموح بيها ان هي تنزل الملعب، عكس مثلا الجوانب التنظيميه اللي كانت في مباراه الزمالك. ويمكن برضه عشان اكون بتكلم بمنتهى الوضوح، كان الدكتور اشرف صبحي دخل معانا مداخله، قال الاتحاد الافريقي هو المسؤول عن تنظيم في المباراه. في حد، في اثنين من اعضاء مجلس الاداره طبعا، استاذ هاني شكري دخل معانا برضه قال نفس الكلام. فقول لي رايك ايه؟ اولا مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي، فوز بدوري الابطال، بطوله مهمه وحاجه انجاز كبير لمصر ان يبقى عندي بطل كونفدراليه وبطل دوري ابطال. دي حاجه تضاف للرياضه المصريه، وحاجه كويسه جدا. انت سعيد بفوز الاهلي؟ ها طبعا. انا قلت لك، يمكن انت سالتني وقلت لي بتشجع الاهلي، قلت لك انا بشجع الاهلي في المباراه دي وعايز الاهلي يكسب. كلامي واضح. هل انت طالبت انت سعيد؟ سعيد وبتشكك في التحكيم ليه؟ طيب ما ده اللي كنت عايز اسالك فيه، في الكوره بتاع كريم فؤاد. اشكك في التحكيم؟ يعني ازاي انت سعيد؟ انا ما بشككش خالص في التحكيم. ما ده بتقول الحكم؟ انا بقول ان الترجي ليه ركلتين جزاء 100%. ركلتين؟ انا بقول كده، لكن ده وجهه نظري. اللي هو ده معنى كان انا حابب ان الترجي يكسب الاهلي؟ لا، انا حابب ان الاهلي يكسب الترجي، لكن انا بقول لك في لمسه يد واضحه داخل منطقه الجزاء واضحه. طب بنفس العداله دي؟ طب بنفس العداله دي؟ بنفس العداله دي؟ وفي ركله جزاء في اخر المباراه. طب وجهه نظري. طب بنفس الحياديه دي ليه ما قلتش نادر بركان كان يضرب الجزاء طالما انت محايد قوي؟ ما كانش ليه؟ كانش ليه؟ اللي هي فين ركله الجزاء؟ الكره اللي ما اتعادتش. الكره ما اتعادتش؟ ما اتعادت 50 مره واتعمل عليها فوكس يا سيدي. ثواني، انت واحد رافع رجله كده، ما قلتش ليه ان نضرب كده؟ نضرب الجزاء لو فيها ركله جزاء كنت هقول ما شاء الله عليك. لو يعني فيها ركله جزاء كنت هقول فيها ركله جزاء، لكن انت لكن هي ما فيهاش ركله جزاء. لكن دوري ابطال الاهلي انت متاكد انهم ضربتين جزاء؟ وجهه نظري يعني، يعني انا بقول لك وجهه نظري، في ركلتي جزاء على النادي. ممكن تقول لي انهي هم؟ وجهه نظري انهي هم؟ قد اكون انا غلط، قد اكون صح. انهي هم يا استاذ عمرو؟ انهي وجهه نظر؟ انهي هم؟ انهي هم؟ لمسه يد امام عاشور في الشوط الاول، لمسه يد واضحه داخل منطقه الجزاء، لمسه يد واضحه لاي حد في الدنيا يشوفها.
الحكم كان جنبها وعمل نفسه مش شايفها، والفار طبعا في مكان تاني. اوكي تانية. اللعبه الاخيره اللي هي في الشوط الثاني بتاع كريم فؤاد، التاكلنج بتاع كريم فؤاد. يعني انا عايز اسالك سؤال، يعني وجهه نظري، عايز اسالك سؤال بس. وبقول لك انا عايز الاهلي يكسب. ماشي ماشي، يعني انت ما شفتش كريم فؤاد وهو بيلمس الكوره؟ ايه علاقه يلمس الكوره بالموضوع؟ ما هو لاعب كوره. والله مش عارف مين اللي اخترع حكايه يلمس الكوره دي. مين الحكم اللي اخترع؟ بس انا لا ده قانون الرياضه. انت سالتني ما تقعدوش تقول لي قانون. مين اللي اخترع حكايه اصل اللي لمس الكوره الاول؟ مين اللي اخترعها الحكايه دي؟ مين الحكم اللي الف القصه دي؟ هو انا افرض لمست الكوره؟ كره قدم. اكمل اكمل. طيب اقول مش اكمل وجهه نظر وقولوا اللي انتوا عايزينه. ما هو التحكيم ده مش وجهه نظر. طبعا واحد زائد واحد. اكمل اللي انا عايز اقوله. اتفضل. ما انا ما اقولش وجهه نظر. ماشي. لنفترض ان انا مدافع ولمست رجلك وعملت معاك فاول بعد ما لمست الكوره، لمست الكوره الاول ودخلت فيك عنيف وعملت معاك فاول، ما تتحسب؟ لازم يكون غير اتجاهه بعد ما لمس الكره، يكون غير اتجاهه. يا جماعه مش هنألف تحكيم، احنا مش هنألف تحكيم، ده قانون. العنف داخل منطقه الجزاء، ركله جزاء ملهاش علاقه باي حاجه. هتقول لي مين لمس الاول ومين لمس الثاني؟ الكلام ده طلعوا جهبزه التحكيم اللي بيطلعوا في الفقرات التحكيميه قالوا الكلام ده وقالوا عكسه. يعني بيقولوا كلام وبيقولوا عكسه، بيقولوا نفس اللعبه هي بتبقى بيقول كلام في لعبه وفي لعبه ثانيه خالص لنادي ثاني. طيب بيقول ممكن كلام. ممكن اقول لك على حاجه يا استاذ عمرو؟ ما احنا لو بنتكلم في مبدا اللمس يا استاذ علاء، لو بنتكلم في مبدا اللمس، طب ما هي الكوره بتاعت نهضه بركان برضو كان فيها تلامس حتى لو بسيط. بسيط. ما كانش فيها تلامس خالص خالص. مراد وقع لوحده. هاتها كده. مراد وقع لوحده. هاتها وشوف الخط يعني وقع ما فيهاش تلامس. طب يعني الاستاذ عمرو بصفتك انت بقول لك وجهه نظري. على فكره لا دي ضربه جزاء ولا دي ضربه جزاء يا جماعه. انا بقوله دلوقتي، عايز اسال سؤال. طيب سؤال ثانيه واحده بس. الكابتن شوبير مش اعلامي كبير؟ طبعا. وراجل ليه قيمته وليه احترامه. اكيد. ما هو طلع النهارده هاجم او امبارح في تويته هاجم جهاد جريشه على رايه، حد زعل؟ قلنا له ليه عملت كده؟ عادي. جهاد جريشه زعل. هو بيقول وجهه نظره. جهاد جريشه زعل. جهاد جريشه زعل. لا اصل اقصد يعني اقصد عمرو يعني المفترض ان ليه لما انا اقول وجهه نظر ابقى وحش ولما الكابتن شوبير يقولها يبقى حلو؟ طب ثواني انت عادي يعني تابعت الاعلام التونسي بعد المباراه؟ انت هتدخلني تقول لي اصل الاعلام التونسي مش راجل. انا مالي. باب اولى باب اولى يعني من باب اولى. مين اللي يهاجم الاعلام التونسي؟ احنا لما يطلع خبير هو انا هاجمت كده سعيد الكردي في اذاعه تونسيه ويقول لك اللي الوقعتين ما فهمتش اي شوفوا ضربات جزاء والحكم 10 10 وجهه نظره نحترمها بس انا بس ده تونسي وهي طب انا مصري المشكله. لا انت مصري ده انت تونسي يعني هو الموضوع مش والله احنا بنقول وجهه نظر قد نكون صح وقد نكون غلط. يا عمرو التحكيم يا عمرو ما فيهوش وجهه نظر. التحكيم ده قانون. ما هو قانون. القانون يا سلام. يعني القانون ده مش اصلا يعني خاضع في النهايه للحكم تقدير الحكم. يا عمرو الكلام ده كان اول خاضع لتقدير الحكم. ما تقوليش قانون. لا لا الموضوع مش ايه يا باشا. الموضوع مش قانون واحد زائد ثلاثة الا ما كانش تبقى عندنا مشاكل التحكيميه. لا ده كان زمان والا ما كانش يبقى عندنا استوديو تحكيمي اصلا قبل الفار. لو هي مش خاضعه لكده قبل الفار. قبل الفار قبل الفار كان ممكن الحكم يخطئ ويكون له وجهه نظر. لكن دلوقتي بعد الفار لا. الفار ما احنا شفنا كارثه النهارده للفار في مباراه الزمالك يا اخي. غير بنتكلم احنا ايه اني واحد اني لا بالهدف الثالث اللي جه اللي رجع بتاع زياد كمال نص كيلو عشان يحسب ركله عشان يحسب اوفسايد. يعني رجع اللعبه اتلعبت بقى لها ساعه. رجع نص ساعه لورا. مش الفار مش في فار يا عمرو. ماشي مش خلاص. احنا بص في النهايه بنحترم وجهه نظر الفار بنحترم وجهه نظر الحكم اللي هي خدها سواء هي صح مع راينا ضد راينا. احنا بنحترم في النهايه التحكيم وقلنا خلاص اوكي اللي اتحسب هو الواقع. طيب استاذ علاء، هو استاذ عمرو ما جاوبش برضه على سؤالي اللي هو ليه علاقه بالجوانب التنظيميه ما بعد المباراه. رايك ايه وتقييمك؟ رايي وتقييمي ان الاهلي استفاد جدا 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 من الاخطاء اللي حصلت. مش الاهلي وبس، المنظومه كلها استفادت من السلبيات اللي حصلت في مباراه الزمالك وصوبوها يعني. وده من يعني ده اعتبر من حسن حظ النادي الاهلي يعني. يعني قصدك ان كان ممكن الاهلي يتعرض لنفس الموقف لو كان بالعكس. لو كان بالعكس كان ممكن يحصل بعض. ده كلام محترم بصراحه. والله العظيم كلام محترم جدا. كلام محترم والله. لاول مره يكون في تحيه استاذ عمرو. انت استاذ علاء. لا اصل اخي بقى ده ما مصدقوش في حاجه. ده ليه؟ هو يعني ممكن يكون ايه؟ لا انا مصدق ان هو بيسقف لي بس ده ما تضمنوش بعد 5 دقايق يعني. انا بس كان ليه بس تعقيد. طبعا انا طبعا بتفق مع ناس كتيره جدا جدا ان
نهائي الكونفدراليه ونهائي دوري الابطال كمباريات لا غير مرضيه فنيا طبعا. بس الماتشات دي مش مهمه طبعا طبعاً. مهم البطوله الحمد لله مصريه. انا بس امير يعني اسمح لي بس ان يعني شفنا احتفالات النادي الاهلي كلها اللعيبه يعني الناس اشادت باللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره واللعيبه شادت بالاداره وشادت بالجهاز الفني وشادت بالجماهير كله كل المنظومه شادت ببعض الا عنصرين بس سقطوا من الاحتفاليه. ايهم؟ لجنه التخطيط بالنادي الاهلي ومدير الكره بالنادي الاهلي. اه يعني انا بصراحه فوجئت يعني انا كنت متوقع ان دي تكون فرصه ان الناس تشيد بدور لجنه التخطيط في النادي الاهلي موجوده من سنه 2020 وفي وجود لجنه التخطيط بتتهاجم كتير قوي. طبعا بتتهاجم كتير قوي لجنه التخطيط في الاهلي. اه يعني انا يعني ما شفتش الاهلي كل سنه بياخد دوري ابطال افريقيا. تشيد بيها عشان ايه يعني؟ اللي هي وجودها ان الجمهور تشيد بيه عشان ايه؟ لا تشيد لجنه التخطيط. ثواني بص ما هي اسمها لجنه التخطيط بتخطط لمستقبل الفريق. اه يعني المستقبل ما شاء الله يعني عمرو لجنه ما هي مهمتها التخطيط. ايوه عملت مهمتها. لا لما الاهلي بيخسر بطوله ثواني بس الاهلي بيخسر بطوله اكتر حاجه بيتعرض ليها النادي الاهلي انتقادات هي لجنه التخطيط في النادي الاهلي. اه ان هي لجنه فاشله ما بتجيبش لعيبه كويسه. الاهلي عمال يخسر بطولات مش عارف ايه وبتاع ومع احترامي وفي ناس كتيره جدا جدا ما تعرفش ان رئيس اللجنه اصلا هو الكابتن محمود الخطيب. اه طب ما يعرفوش هم كل اللجنه بالنسبه لهم هم الثنائي الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا نصر. ما يعرفوش ان لجنه التخطيط فيها كابتن الخطيب فيها كابتن حسام غالي وفيها طبعا الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا نصر. طب انا يعني بنشوفها دايما في كل ما الاهلي بيحصل اخفاق قبل ما يشاوروا على اللعيبه والجهاز الفني بيشاوروا على لجنه التخطيط في النادي الاهلي. وبرده الكابتن خالد بيبو برده مدير كوره يعني انا عارف ان انت علاقتك بيه قويه بتحبه. لا انا خالد مؤمن بيه جدا كمدير كوره يعني بصراحه مؤمن بيه جدا يعني ورغم ان بعض الناس بتختلف على ادائه ودي انا قلتها دي سمات شخصيه عند الناس يعني. استاذ علاء انت صحفي كبير. ايوه ايه صحفي كبير. اه طبعا عارف اكيد كواليس كتير جدا جدا وبتشد الكابتن خالد بيبو جدا احترم ذلك جدا بس جدا والله لو عارف كواليس وبتشد في نفس الوقت كلها بتكلم مع كابتن خالد بيبو كتير جدا وبيحكي لها حاجات كتيره جدا جدا بس طبعا كلها مش مسموح لنا ان نتكلم فيها. لكن انا على مستوى يعني على المستوى الاعلامي السوشيال ميديا كنت اتمنى من الناس اللي هي كانت على طول بتهاجم في لجنه التخطيط ومدير الكره تديهم حقهم في الانجاز ده. يعني لما يكون لجنه التخطيط بقى لها من 2020 الاهلي ياخد 4 دوري ابطال افريقيا 3 كاس عالم 3 برونزيه كاس عالم وبطولات يعني مش هنتكلم على الدوري المحلي والكلام ده احنا بنتكلم على العالميه يعني. لما يكون كل ده موجود وما تاخدش حقها انا ممكن اقول لك على حاجه. اتفضل. استاذ عمرو الدرديري راجل زملكاوي كبير صح؟ طبعا. لو مسك مدير كره في النادي الاهلي هياخد افريقيا. لا انا بقول لك اهو. لا لا اي حد جوه المنظومه دي يا جماعه هيستفاد وهياخد بطوله. لا 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 انا ليه انا بس بضرب المثل يعني بقول بقول بحترامي لا مش كده. اي حد هيدخل بص سيستم النادي الاهلي ينجح اي حد. سيستم النادي الاهلي مين؟ في ناس كتير جدا في مدربين اجانب فشلوا في النادي الاهلي. مين اللي فشل؟ ده بيتسو موسيماني ماشي هو واخد بطولات قد كده. لا لا في الراجل مين تاني؟ ده لاسارتي واخد دوري مع الاهلي. ايه الدوري يعني؟ في اي مكان واخد بطوله. لا احنا بنتكلم يعني كارترون مثلا لحد دلوقتي مشي بسبب دوري ابطال افريقيا. كارترون مشي من الاهلي بسبب انه خسر دوري ابطال افريقيا. اوكي في النهائي. هل كارترون كان معاه فرقه؟ بغض النظر ما انت بتقول اللي في النادي الاهلي بينجح بغض النظر عن اي حاجه. لا ايوه اتكلم على مين اللي عمل لك الفرقه؟ انا شايف لجنه التخطيط عملت فرقه. مدير الكوره لا مدير الكوره له دور مهم جدا. لا 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 انا بحترم أمير. جدا الكابتن خالد بيبو بس انت طالما عارف كواليس جدا عارفها كلها والله يعني تصريحاتك كلها تتناسب مع كل. هل ينفع مدير الكوره يقول لاي لعيب في الفرقه ما تجيش تتكلم معايا روح اتكلم مع كابتن فريق؟ امال دور مدير الكوره ايه؟ ابى اديك حاجه مين اللي قال لك كده؟ لا مستحيل. لا طب لو يعني طلع الكلام ده يعني لو طلع الكلام ده صح لا 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 ثواني يعني الكابتن خالد بيبو لما اللعيب بيروح يقول له على حاجه يقول له ما تقوليش انا اروح اقول حصل معلومه. لا مش معلومه والله العظيم انا بقول لك اهو يعني حصل والله العظيم. اصل لو قال كده ما علينا بلاش بلاش نخش في الحته دي. لا 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 عشان في حاجه مش عايز اتكلم فيها مع بعض. لا لا طبعا يعني ازاي مدير كوره حاجه حلوه ازاي مدير كوره يعني ليه لكن حاجه حلوه انتوا مختلفين. واحد بيقول مدير كوره ناجح وواحد بيقول مدير كوره ماشي ايا كان. انا في الاول وفي الاخر انا بتكلم كاعلامي طبقا لمعلومات عندي. لا انا وجهه نظري وجهه نظري انا ما صدقهاش ابدا. انا المعلومه دي انا لو انا فوت اللبس وسمعتها مش هصدقها. لمدير كوره لعيب يجي له ويقول له عندي مشكله يقول له روح لكابتن فرقه. لا مستحيل. طيب استنى بس أوكي. وجهه نظر الشخصيه ان الكابتن خالد بيبو انا شايفه انه ناجح جدا وراجل محترم جدا طبعا راجل محترم قوي طبعا ده شخصيه محترمه جدا بيأدي بشكل جيد جدا. لكن هو الفكره ان في مقارنه دايمه
بينه وما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ. هي دي المشكلة. بس انت وصلت على المقارنة، بس هي دي المقارنة اللي عنده الجمهور. انا ما بتكلمش على لا انا بتكلم على الجمهور دلوقتي. الجمهور. المقارنة اللي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ هي اللي عاملة للكابتن خالد بيبو مشاكل. مظبوط. الكابتن سيد عبد الحفيظ ايا كان تختلف تتفق معاه، هو راجل اجريسيف في التعامل، كان بيتعامل بشكل معين في ظروف معينة. في ظروف معينة. كان في ظروف معينة وبشكل بالزبط. معين بالزبط. هو نجح بالشكل ده ايا كان تختلف تتفق معاه، هو نجح في الشكل ده. كابتن خالد بيبو مدرسة اخرى تاني بالظبط. ليه عيب ان لازم اكرر نفس تجربة الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ لا انا كابتن خالد بيبو شايفه ان مدرسة مختلفة. الجماهير عايزة استنساخ. دي الجماهير. اوكي. ماليش دعوه بالجماهير. ها تبقى للجماهير. ماشي اوكي. انا مش بتكلم على الجماهير، ان خالد بيبو مدرسه مختلفه اعلاه، وان خالد بيبو راجل بيشتغل بطريقه هاديه بالظبط وطريقه محترمه جدا، وانا شايف انه بينال احترام الجميع. انا شخصيا شايف انه ناجح جدا. خالد بيبو ناجح، بدليل انه كمان بيحصد بطولات وبهدوء وبدون ما تشعر. ولجنه التخطيط لما مدير الكوره في النادي الاهلي يكسب بطولات والدنيا ماشيه كويس وما تحسش بيه، يبقى هو ناجح. برافو عليك. مش يبقى فاشل، يبقى هو ناجح. معنى كده الكابتن سيد عبد الحفيظ ما نجحش؟ لا ناجح. ما انا قلت لك ناجح، لك الدنيا هاديه. لا طب الكابتن سيد عبد الحفيظ هي كانت ظروفه الاجواء كانت مختلفه عن اجواء، يعني كان في مناوشات يعني مع نادي الزمالك ومجلس اداره الزمالك السابق. دي اللي عطت لسيد عبد الحفيظ الباور الكبير قوي. اللي الجمهور كله واقف قدامه ضد رئيس نادي الزمالك السابق وحاجات زي كده، فدي هي دي عمل كاريزما سيد عبد الحفيظ. لكن زيه زي اي بطوله كره في تاريخ النادي الاهلي كان في مشاكل في اوضه اللبس، وموجوده دلوقتي وموجوده في عهد الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكانت موجوده في عهد كل الناس كانت موجوده قبل كده. الازمات موجوده ومش هتنتهي طبعا، مش هتنتهي طبعا ولا اللبس. في عهد اي واحد من مديرين الكوره. لكن انا بقول لك هو في البعض يعرف يتعامل مع الازمات دي والبعض لا. ممكن اطرح عليك سؤال مهم جدا. اللقطات الخاصه بغضب بعض اللاعبين وهم خارجين في التبديل في اي مباراه من المباريات، شفنا عمرو السوليه، شفنا حسين الشحات عشان ما نزلش ماتش مازيمبي فنرفز، اخيرا بيرسي تاو نفس الكلام، وقفش قبل كده. هل ده كان بيحصل بالشكل الملفت ده يا كابتن سيد عبد الحفيظ؟ طب ممكن انا اجاوب السؤال ده؟ طب ما تسال نفسك، كهربا عمل ايه مع الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ عمل ايه؟ خناقه مشهوره جدا واتعاقب فيها كهربا، خناقه كانت مع الشناوي، كبيره وضرب، خناقه كانت مع الشناوي، ضرب، ما كانتش مع الشناوي، ضرب. وكابتن سيد كانت مع الشناوي، وكانت فوق اللبس في وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ وتدخل وتعاقب بمليون جنيه كهربا. يعني اقصد المشاكل موجوده، انا ما بقللش من حد على فكره، بس انا بقول لك المشاكل هتبقى موجوده في وجود ده او ده او ده او ده زيد او، لان طالما في لاعب كوره فهو برضه سنه صغير، اي لاعب كوره ايا كان سنه صغير بينفعل، اللي ما بيلعبش اللي ما بيشاركش كاساسي طبيعي ان بيخرج عن النص، كل ده وارد فهيحصل. يعني هيحصل، ما انا ازاي تحتوي ده موجوده وهتحصل وهتستمر. بقول لك ايه، نعم، يبقى اسال كده بعد الحلقه، هل كولر طلب رحيل كابتن خالد بيبو ولا لا؟ انا عارف انك ليك مصادرك القويه. ليه مش انت مش طايق ليه الكابتن؟ لا والله العظيم بالعكس، خالد على فكره ثواني بس، ثواني انت هتدخلني في حته مختلفه. انت مش طايقه. انا خلي بالك من اول الناس اللي دعمت الكابتن خالد بيبو اول ما جه. انا بحب يعني خالد بيبو. انا كان بتكلم يا جماعه في معلومات، انا بقول معلومات، انا بقول بدور المهني عادي جدا بقول معلومات، فانا بقول لك اسال ورايا. طيب خلاص. وطالما هو طلب كده ليه مجلس اداره؟ ليه كل لا، ما هو مجلس اداره هو بيمشي حد في نص الموسم. انت لا يعني صوت يعني 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 انت قصدك انه ربما مع نهايه الموسم، لان ده في الاول في الاخر أشك. مدير الكوره في الجهاز الفني أشك. للنادي الاهلي اشك. ماشي خلاص اوكي، انا بقول لك اسال. انا بقول لك اسال. لا مش بسال يعني. انا ليه امبارح كولر في التصريحات المنتشره ليه ما ذكرش كابتن خالد بيبو؟ لا كولر طلع قال لك لا، كولر اللي مشاه. كولر طلع قال لك لا، طبيعي يقول لا. يعني انا لو مشيت تحت هقول لك انا ماشي، لو انا مشيت علاء دلوقتي من البرنامج هقول لك انا اللي مشيته، هقول لك ما عرفتش حاجه عن دول اجانب، دول ما بيفرقش. لا 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 لا، الاجانب زي. طب هو هيقول ليه مش انا اللي مشيته؟ وقال لك الكابتن محمود الخطيب هو اللي بلغني ان كابتن سيد طبعا. ما لازم يقول كده ليه؟ لازم ليه؟ هو كابتن محمود، حد واقف له الكابتن محمود الخطيب ده رئيس النادي الاهلي. اوكي، طبيعي ان مدير الكوره والمدير الفني لو ما بيحصل بينهم مشاكل المدير الفني بيروح يوصل. انت عارف مدى جماهيريه الكابتن سيد عبد الحفيظ؟ بيوصل. على فكره عايز اقول لك حاجه، يعني انت عارف مدى جماهيريه كابتن سيد عبد الحفيظ؟ كولر لو عايز يحط صوره رئيس النادي في وضع افضل من كده ما كانش قال للكابتن محمود الخطيب هو اللي ماشي سيد عبد الحفيظ.
واداره النادي مش مكانش توافق مفيش حاجه مش لا وخلاص الله ما انا بقول لك كلام انا شايف ان كولر هو اللي مشى سيد مشى انت شايف كده بس الحقيقه مش كده ما هو كولر نفسه الحقيقه لا دي الحقيقه هو عنده وجهه نظر عافيه يا جدع هو مش عارف كل حاجه مش كده يا جدعان يعني الكابتن محمود الخضري هيمشي ليه احنا مش عايزين بس نتكلم وجهه نظر لان كواليس كابتن كابتن حفيظ اكبر من كده بكتير ايه كواليس رحيل الكابتن سلام حفيظ على النادي الاهلي اكبر من كده طب ما تقول لنا عليها لا 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 متريحنا لا 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 ليه لا لا ليه؟ لا ما اقدرش اقول تقدرش تقول لا لا اوكي طيب نطلع يعني عامل كوارث معناها كده لا لا خالص 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 يعني ايه كوارث لا لا خالص خالص هقول لك هقول لك في الفاصل ومنه لله اللي كان السبب ماشي نروح فاصل سريع بعد الفاصل نرجع كده اهلا بحضراتكم من جديد من شويه نادي الالومنيوم اعلن عن انسحابه من بطوله كاس مصر احتجاجا على تاجيل مباراته امام الاهلي في دور 32 بعد ما اعلن الاتحاد المصري بشكل رسمي النهارده وبعد جوابات الانديه ان الماتش هيتاجل عشان في لعبه دوليه موجوده في منتخب مصر ومنتخبات الاجنبيه الاخرى فبشكل رسمي المدير الفني هشام عبد المنعم اعلن انسحاب يا استاذ عمرو من مواجهه النادي الاهلي كفريق الالومنيوم في دور 32 لو تمسك الاتحاد بتأجيل المباراة رأيك يعني أنا عندي رأي في الموضوع ده وشايف أن اتحاد الكورة اتحاد ضعيف جدا مع كامل احترامي للأفراد إيه؟ اللي فيه اتحاد إيه؟ اتحاد ضعيف جدا ضعيف جدا قدام سطوة الأهلي والزمالك الاتحاد ضعيف جدا ضعيف جدا وأنا بكررها أهو لأني بطولة كاس مصر ومباراة في دور الاثنين وثلاثين اتحاد الكورة يعني إيه بيتفالع على الغلبان بيجي على الغلبان القصه ان خايف الاهلي والزمالك الاثنين عشان ما حدش يقول لك الاهلي بس الاثنين رافضين يبعتوا اللعيبه الدوليه بتاعتهم في حاله ان يلعبوا مباراه كاس مصر مش هيروحوا مش هينضموا لمعسكر المنتخب الاثنين قالوا كده تمام فبالتالي اتحاد الكوره عشان يقدر على مين على الاهلي والزمالك يعني يقدر على الانديه الغلبانه ما يقدرش على الاهلي والزمالك تمام. فيعمل ايه فراح ماجل الماتشين بداعي ان عندهم لعيبه دوليه ماتش في دور ال 32 للاهلي وللزمالك ما يلعبوا يا سيدي من غير اللعيبه الدوليه ما يروح اللعيبه الدوليه قلت لك ايه مش فاكر الماتشات اتاجلت حصل قبل الرسمي لا حصل فاكر انا عايز اطرح عايز اطرح أيوة. تاجلوا خلاص طبعا استاذ عمرو لانه اتحاد كره ضعيف يعني انت ليه ما يلعبوا ما تجبر الاهلي والزمالك يلعبوا من غير الدوليه طب ممكن ارد عليك انا فرقتين درجه ثانيه ممكن ارد عليك انا طيب ارد عليك انا واعلق براحتك الاهلي عنده في منتخب مصر 10 دوليين اوكي وغير الاجانب اللي اكيد هيروحوا يعني بيرسي داود يانج مش عارف قول 12 13 لا تتكلم في الزمالك عندك برضو بتاع حوالي 5 اجانب رايحين منتخباتهم وعندك 4 في منتخب مصر فادي 9 هتلعب بمين سواء هنا او هنا قول لي بقى قائمه الاهلي فيها كام لاعب 30 لاعب وخمسه من تحت السن طالعين يعني 35 لاعب مش 12 مش 17 مش 20 العب بالباقي وتكسب انت مش عارف تكسب باللعيبه اللي دافع فيها كل الاموال دي سواء اهلي او زمالك مش عارف تكسب فرقه درجه ثانيه طب هو مش الزمالك الزمالك خسر من بني عبيد بطوله مفاجاه الزمالك خسر من بني عبيد وهو مكتمل ما يخسر ايه المشكله ان يخسر ما هو عشان انا قصدي ايه ان الماتشات دي ما لهاش كبير بعد اذن حضرتك بطوله كاس مصر دي بطوله الكاس بشكل عام في العالم كله بطوله مفاجات في العالم كله الناس بتلعب بطولة الكاس انا ليه 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 لازم العب بدوليين ولازم مش عارف ما هتدفع في ضريبه بتدفعها الاهلي والزمالك بس عشان خاطر ثلاثه لعيبه عشان خاطر ثلاثه بعد ما يعني الاول كان اثنين وبعد كده ثلاثه يعني تخيل بيراميدز اللي عنده برضه زي ما ده كلام تهريج يعني ممكن يلتمس العذر للاهلي للزمالك ان ده مثلا عنده 15 يعني الاهلي عنده 15 لعيب 10 موجودين لا ولا التمس عذر مع كامل احترامي يلعب ويكسب ده دور 32 يا عمرو دي بطوله يا عمرو برضو يعني انا بس هو انت لازم كل البطولات اللي بتدخلها تكسبها انا اقصد بس الاتحاد يعني لا ما في كاس الرابطه الناس كلها ملتزمين بكاس الرابطه لكن انا اقصد ازاي ادير مسابقه كاس مصر بلائحتين يعني الاول اخطر الانديه ان بطوله كاس مصر بدون اللاعبين الدوليين وفجاه اطلع قرار ان اي فريق عنده ثلاثه اكتر من اثنين لعيبه ينضموا للمنتخب الوطني تسجلوا مباراه يعني انا اتعامل بين لائحه يعني النهارده الالمونيو ما هو قراره وانا بصراحه بقول لهم يعني انا بحييهم على القرار ده بس بتحييهم طبعا ليه بقى لان هو دي صرخه ظلم ضد لوائح الاتحاد المصري انت ما تنفعش تديني لائحه
وقبل المباراه باربع ايام تقول لي في لائحه ثانيه. هاتوا لنا يا جماعه المدير الفني للالومنيوم. وبعد كده كمان بروكس النهارده كمان عمل بيان شديد اللهجه يعني عمل بيان برده الراجل الناس برده في بروكس برده يعني ازاي انا بستعد للمباراه هواجه فيها الزمالك والروح المعنويه للفرقه والاستعدادات وبتاعه كده فجاه همدهم يقولوا مفيش ماتش واستنوا. طب الاستنوا دي امتى بقى يكون الفرقه دي رحلوا لعيبه رحلوا مدير فني رحلوا اجهزه فنيه ممكن يجي معاد البطوله دي يا عمرو معاد الاهلي والزمالك الاهلي لما الاهلي لعب الالومنيوم والزمالك لعب بروكسي يكون وقتها الفرقتين دول بقى لهم شهرين قاعدين في البيت والجهاز الفني مشي واللعيبه مشيت مش هيلموا لعيب. انا عايز اسال بكلم على الجونه فاكر الاهلي بيلعب الجونه لعب ب 13 سنه لعيب عنده 13 سنه انا فاكر ابن احمد الصحيفي بالظبط ابن كابتن احمد الصحيفي اتخيل الاهلي كسب 13-0 هل دي نتيجه؟ ما انا بقول لحضرتك يعني الاتحاد الكوره بتشطر على الانديه الغلبانه وبيخاف من الاهلي والزمالك. امتى يبقى عندنا اتحاد كوره اقوى من الاهلي والزمالك؟ انا نفسي اشوف ده. هل كان في فتره اتحاد الكوره اقوى من الاهلي والزمالك قبل كده؟ يعني انا من يوم ما طلعت على الدنيا انا ما وعدتش على حد اقوى من الاهلي والزمالك. اللي انا شايفه ان الاتحادات كلها اضعف من الاهلي والزمالك. انا بشوف في الالعاب الاخرى شفت في الهاندبول وفي الطايره شفت في الهاندبول اتحاد الهاندبول اقوى من الاهلي والزمالك. شفت الكابتن الدكتور حسن مصطفى لما كان رئيس الاتحاد كان بيمشي كلامه على الاهلي وعلى الزمالك. يا راجل ده كان بيمشي لعبه من الاهلي وديها الزمالك يعني في اكتر من كده وبيمشي لعبه من الاهلي. لا اقصد كان اقوى من الاهلي طبعا. شفت في الالعاب الثانيه ده لكن في اتحاد الكوره انا ما شفتش ده. طيب المستشار تركي آل الشيخ اعلن بشكل رسمي عدم وجود اي نيه لاستضافه مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك في المملكه العربيه السعوديه. خصوصا الناس كانت متوقعه كده بعد نجاح نهائي كاس مصر بشكل ملفت اللي فاز فيه الاهلي على الزمالك 2 وتم الاعلان كمان يعني في خبر اتسرب ان في عقود 3 سنين بالظبط كان في عقد اتسرب من الاتحاد الافريقي ان بطوله السوبر الافريقي بغض النظر عن الاهلي والزمالك بطوله السوبر الافريقي 3 سنين القادمه تلعب في السعوديه تعليقك ايه على بوست المستشار تركي آل الشيخ تتوقع ان المباراه تتلعب فين يا استاذ علي؟ انا اتوقع ان ده رد من المستشار تركي آل الشيخ على موقف الزمالك رفض ان هو يلعب اي مباراه في السعوديه تاني يعني اعتقد ده ممكن يكون رد فعل يعني بعد ما الزمالك اعلن رفضه ان هو يروح يلعب اي مباراه في السعوديه بعد مباراه نهائي كاس مصر اعتقد ان ده رد من تركي آل الشيخ على الزمالك ان هو الرفض بتاعهم هو قبل الرفض قصدك لما كان الدوري ماتش الدوري هيروح يلعب هناك ماتش الدوري الاثنين انا فاكر المتحدث الرسمي ساعتها طلع وكتب بوست تقريبا فرد عليه المستشار تركي آل الشيخ كان ساعتها تم الاعلان ان مباراتين الدوري الدور الاول والدور الثاني هيتلعبوا في السعوديه ساعتها نادي الزمالك اعلن رفضه السفر للسعوديه وخوض المباراه اعتقد وكان تم تجهيز كل شيء اعتقد ان ده رد من يعني من المستشار تركي آل الشيخ على نادي الزمالك ان هو خلاص انا كمان رفضك انت رفضتني قبل كده انا المره دي برفضك. هو كان ساعتها الصوره بتتصدر للناس ان نادي الزمالك هو اللي رافض رغم ان اصلا الاتحاد الدولي هو اللي كان رافض فكره ان المباراه في الدوري تتلعب في دوله خارج القاره. لا حتى قبل ما نعرف دي من الزمالك اللي كان رافض وان الزمالك هو اللي رفض يلعب في السعوديه ده معنى الكلام. لا ده اللي قاله مجلس اداره نادي الزمالك. ما انت لسه بتقول اهو يا سيدي. ايوه ما ده يا سيدي انت لسه بتقول ان ده رد على موقف الزمالك. اذا الزمالك كان موقفه واضح بالرفض ساعتها حصل توضيح من المستشار تركي آل الشيخ نفسه في احدى المداخلات وقال بس كان قبل التوضيح كان في ايه رموز كبيره في نادي الزمالك منهم الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق طلع وفيما معناه يعني قال لمجلس الاداره الحالي انكم من اللعيبه اللي كنتوا تروحوا تلعبوا في السعوديه تاني مثلا يعني فيما معناه يعني في رموز كتيره في نادي الزمالك طلعوا نصحوا مجلس الاداره بعد ما لعبوا في السعوديه وده كان من ضمن الاسباب اللي خلت مجلس الاداره يسخن ويرفض. رايك ايه يا استاذ عمرو؟ رموز نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك اهم من اي حد تمام في الدنيا. جمهور نادي الزمالك كان رافض يلعب في السعوديه عشان موقف المستشار تركي آل الشيخ في الماتش السوبر. ماله موقفه؟ ايه ماله موقفه؟ انه كان منحاز لفريق ضد فريق. اصل انا لما استضيف حد بص لما استضيف حد لازم اكون ايه محايد بين الاثنين. فهو جمهور الزمالك استشعر ان المستشار تركي آل الشيخ منحاز للنادي الاهلي بس ده حقه يعني دي ما اثرش على نتيجه المباراه. دي ما اثرش على نتيجه المباراه ولا على التنظيم. احنا ما قلناش كل واحد لو قلنا اثرت على نتيجه ولا على تنظيم ما بتتكلمش في كده. بس الانحياز في حد ذاته بيخلي الناس تزعل. فجمهور نادي الزمالك كان رافض فبالتالي مجلس الاداره كان رافض ايا كان رفض او موافقه. هو الراجل حسم بالتويته دي وانا شايف انها
تويته مهمه وفي وقتها عشان ما يحصلش لغط. تمام. لان كان ممكن يحصل لغط وده يقول لك اصل انا وده هو الراجل حسم الموقف. طيب. انا مش هنظم المباراه. تمام. شيء أوكي. محترم جدا. خليني اخد مداخله مهمه مع الكابتن هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الالومنيوم. كابتن هشام اهلا بيك. اهلا بك استاذ امير وتحياتي لحضرتك وتحياتي للاستاذ علاء عزت والاستاذ عمرو الدردي. اهلا وسهلا بحضرتك كابتن هشام. ازي حالك؟ ازي حضرتك استاذ علاء؟ الله يبارك فيك كابتن. اخبارك ايه؟ وحشني والله. الله يبارك فيك يا فندم. الله يبارك فيك. هل بالفعل خلاص نادي الالومنيوم قرر الانسحاب من بطوله كاس مصر حال عدم خوض اللقاء في موعده امام النادي الاهلي؟ لا هو مش قرار انسحاب. هو احنا يعني طبعا خضبنا اتحاد الكوره ان هو كان خضبنا بتاريخ 7/5 من المباراه مع النادي الاهلي يوم 29 وهتلعب بدون اللاعبين دور ال 32 بدون اللاعبين الدوليين. دي كانت صيغه الخطاب. اتفضل. نعم دي كانت صيغه الخطاب يعني اللي جاي من الاتحاد. الخطاب اللي ارسل بتاريخ 7/5 للنادي الالومنيوم لان احنا طبعا احنا كدوري خلص عندنا 26/4 الدوري. خلص. فطبعا احنا قعدنا بنستعد ولينا اكتر من شهر بنستعد لمباراه النادي الاهلي طبعا على اساس ان الميعاد يوم 29 وكنا حجزنا الفنادق على اساس كنا مسافرين من يومين يعني. فوجئنا النهارده بخطاب ان التاجيل للمباراه وبعد كده الخطاب بصيغته ان المباراه تاجلت فيما عاد فيما بعد. يعني ايه يحدد فيما بعد يعني؟ يعني انا صح يعني انا دلوقتي كفريق خلصت الدوري من شهر بالظبط ومعاد هيتحدد فيما بعد. طب انا يعني البرنامج اللي احطه للفرقه بتاعتي ايه؟ يعني اتمرنوا امتى واتمرنوا ازاي واصرف قد ايه عليهم في الفتره دي؟ ما فيش كده في الكوره حضرتك يعني. طبعا طبعا يعني انت اديني ميعاد لانه خاصه ان احنا حاليا في الصعيد يا استاذ امير يا كابتن علاء يا استاذ عمرو احنا حاليا الدوري ما خلص ما فيش فرقه في الصعيد يعني من الفيوم لاسوان ما فيش فرقه لعبها. يعني انا قاعد معسكر بس في نجح حمادي بلعب تدريبات والتدريبات دي طبعا مش هتعمل لي حاجه برضه لازم في ماتشات ومش قادر اعمل ماتشات اعملها مع مين؟ انا عشان اعمل ماتش رحت الاسبوع اللي فات رحت بترول اسيوط سافرت 400 كيلو في اليوم حوالي 7 ساعات رايح جاي عشان اعمل مباراه عشان تعمل مباراه وديه. مباراه وديه ايوه عشان يسجل الاهلي مش لاقي حد. انت ما تعملهاش احسن يا كابتن يعني هيلعب الاهلي هيلعب الاهلي ازاي يعني هيلعب الاهلي ما انا هلاعب النادي الاهلي وهلاعب اي حد بالظبط معلش يعني طبعا. ورغم ذلك خلاص حتى البترول مش قادر العبه تاني لانه هو هيلعب مع فيوتشر يوم واحد بالظبط يعني انا كنت هلعب معاه ماتشين ما فيش. فانا دلوقتي عايز احدد هل الماتش امتى عشان انا اعرف برضو هل اسرح اللعيبه ادي اجازه ادي يومين ادي ثلاثه ادي اسبوع على موسم جديد. يعني احنا هنا قاعدين فمش عارفين حاجه برضو فما ينفعش الكلام ده كلام مش في الكوره. طيب هل هيكون في تمسك بقرار الانسحاب ولا الموقف ايه بالظبط دلوقتي يا كابتن؟ والله حد قرار الانسحاب ده قرار مجلس اداره يعني هو مجلس اداره لو هو ما الاتحاد ما عجلوش بالميعاد اكيد مش هيلعب اكيد هينسحب لانك انت هتلعب امتى؟ في تصور حضرتك الميعاد الانسب بيكون امتى؟ هو مفروض زي ما قالوا ان هو بعد الماتشين بتوع المنتخب ده لان احنا بنتمرن ليه؟ النادي الاهلي لسه عنده ماتشات كتيره مؤجله بالظبط الدوري وعنده بطولات كتيره لكن احنا ما عندناش حاجه احنا بالزبط. قاعدين بنتمرن عشان عايزين نلعب المباراه دي فمفروض يحطها لي في اقرب ميعاد. هو قال اقرب ميعاد قال المفروض هو من 12 ل 16 تمام. اذا ده اللي اتقال لسه في دراسه للموقف من قبل اداره نادي الالومنيوم مظبوط كده؟ نعم لسه في دراسه للموقف يعني قبل اتخاذ القرار على ضوء الميعاد الجديد اللي هيحدده اتحاد الكوره على حسب الميعاد اللي هيحدده على ضوء الميعاد هنقرر ايه بالظبط هنعمل ايه على ضوء الميعاد الجديد يعني. الله يكون في عونكم بصراحه يا كابتن. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن هشام عبد المنعم المدير الفني لفريق الالومنيوم. بصراحه عنده حق 100% في الكلام اللي هو بيقوله. موقف صعب يعني جدا هيقعد يتمرن لحد دي واحد مش يعني نقدر فرقة. نسميها هي فوضى. دي فوضى كره القدم المصريه لما فريق درجه ثانيه وفعلا نجا حمادي دي بلدي ده بلدي فانا عايز اقول لك انا متعاطف معاهم جدا لاني فعلا انت علشان تلاعب فريق مباراه وديه هتمشي 400 كيلو رايح جاي وبعدين كمان كيلو في يوم. كمان دلوقتي الفرق دي خلصت كله اجازات ما عندهاش دلوقتي حق خلاص بقول لك ما عنديش فريق العبه ماتش ودي بالظبط يعني وبعدين في حاجه اسمها الغي مباراه على وما حددتش ميعادها لا طبعا يعني طب انا خلاص لغيتها طب احدد ميعاد جديد عشان الناس دي تعمل طيب. برامج تدريب امال هيتمرنوا ازاي؟ هيستعد ازاي للمباراه دي؟ انت كده يعني ما بتعملش اي نوع من الحسابات للفرق الصغيره والله كمان يعني لو يا ريت يا جماعه نجيب حد من بروكسي برضو نستفسر عن الموقف ما بتعملش اي حساب للانديه الصغيره خالص يعني والله ومهتم بان الاهلي والزمالك وبيراميدز لازم يتبسطوا والقرار يطلع لمصلحتهم حرام يعني طيب
استاذ علاء، لمحت كده تويته ليك بتتكلم عن صفقات اجنبيه للنادي الاهلي، قول لي تفاصيل. التفاصيل ان انت عارف ان الاهلي ان شاء الله باذن الله في ديسمبر عنده بطوله الانتركونتيننتال طبعا، اللي هي بديله لكاس العالم للانديه. ده مش فندق الانتركونتيننتال، ده بطوله. اكيد فندق والله. هتقول لي انا رايح فندق؟ لا مش هتروح تلعبوا فنادق. لا هقول الانتركونتيننتال، هيقول لك ده فندق ومش فندق. انا بقول لك من قبل كاس الانتركونتيننتال دي بتدي بطوله كاس العالم للانديه بشكل بس انا عارف والله العظيم يقول لك لا لا فندق. اتفضل. وهتاخدوا فيها ميداليه برضه كانكم بتلعبوا في اولمبياد وتقولوا احنا ثالث العالم؟ اول مره اسمع في حياتي الاهلي ده بيخترع حاجات ما بنسمعش عنها الا في الاهلي، بس ده الاهلي ما بنسمعش عنها في العالم كله. يقول لك انا ثالث العالم وميداليه، يعني امال الفيفا بتديله ميداليه ليه؟ فرق انت ثالث على الرابع، يعني الثمانيه خليته يقول لك ايه علقت ميداليه كانه بيلعب في اولمبياد. ثواني، بطلوا تلعبوا في الاولمبياد دي بقى. هو الاهلي ده بطوله العالم اللي جايه خلاص بقت جد بعد 2025. لا يعني البطولات اللي فاتت يا استاذ عمرو كنتش تتمنى الزمالك يكون موجود فيها؟ اربع فرق ما كنتش تتمنى الزمالك يعني ما كنتش تتمنى الزمالك يكون موجود؟ طبعا اتمنى. طيب يبقى اذا هي بطولات مهمه. ايوه انا بتكلم، انا ما اتكلمتش على اهميه البطوله، بتتكلم على الميداليه، على الميداليه اللي هي كانك مش بتلعب في الاولمبياد. يعني انت بتعتبر مش ده انجاز وحط وعلقت ميداليه ثالث عالم بيلعب في الاولمبياد، يعني بعد بطل اوروبا وبعد بطل امريكا الجنوبيه، بتعتبرش ده انجاز؟ بص اي حاجه بيعملها الاهلي انجاز طبعا. بص بص ثالث العالم للانديه مش انجاز، لكن وصيف الدوري انجاز عند استاذ عمرو. ايه وصف الدوري؟ مش انت بتقول الفريق اللي يوصل مباراه نهائيه ويخسر يبقى عامل انجاز؟ لا انا بتكلم على الرياضه بقى اللي انتوا ما تعرفوهاش. الرياضه اللي انتوا ما لكمش علاقه بيها. الرياضه الوصيف انجاز، مش الوصيف ثالث عالم مش انجاز. التنافس، التنافس الوصول الى المباراه النهائيه ده التنافس، مين يكسب ده حاجه تاني. لكن دي الرياضه، مفهوم الرياضه. اللي انتوا ما عندكمش مفهوم الرياضه ده مش تبعكم، انتوا ما لكمش علاقه بيه. انتوا لكم علاقه بالميداليه بتاعت الثالث. استاذ امير اديله بس قلم ونبي يكتب خطاب للفيفا يلغي ميداليه المركز الثالث. طبعا عشان اسالك سؤال مهم، انت في بعض وقت عندنا المره اللي فاتت هاجي لك فيها. اتفضل. النادي الاهلي لجنه التخطيط ابتدت تقعد، وحضرتك انت قلت ان في بعد عوده كولر من اجازته ان شاء الله في جلسه، واخد 7 ايام اجازه. فهم محضرين ملف بان الاهلي هيستعين بثلاث لاعبين اجانب في 3 مراكز، راس حربه وباك ليفت وقلب دفاع. حلو. باك ليفت وقلب دفاع استقروا عليها. بس عايز اسالك سؤال بالمناسبه، يعني معلش مقاطعه كده، انتوا كل سنه بتدوروا على راس حربه، وبقى الاهلي بقى له 5 سنين بيجيب راس حربه ويفشل، ويدفع 2.5 مليون دولار وتضيع، ونبدا من جديد كل سنه. يعني انت عاجبك مودست؟ يعني انت مش عاجبك مودست؟ طب انت عاجبك مودست؟ البلديه فريقك المفضل. يعني انا عارف ان مودست ده حرقك عشان كسب البلديه. انت في البلديه انت عمر ايه؟ ايه احسن من مزيكا واحسن من الترجي. ايوه صح. هو مديها عشان خاطر كسب البلديه. طب انا عايز اسالك سؤال، انت عانيت كنادي اهلي في مباراة الترجي، مباراتي الترجي عانيت زي ما عانيت في مباراة البلدية؟ لو الأهلي بيخوض مباراة الترجي بنفس فكرة مباراة البلدية ما عانيتش طبعا، ما عانيتش أصلا. يعني عشان تعرف إن البلدية أحسن من الترجي. وأنت ما عانيتش قدام نادي بركان زي ما عانيت قدام بني عبيد؟ هعمل لك إيه طيب؟ بني عبيد أنت بتفتكر حاجة من 30 سنة، أنت بتتكلم في حاجة غريبة قوي. فهم استقروا على 3 صفقات وتقريبا خلاص، يعني في الاجتماع الجاي ده إن شاء الله هيتم الاستقرار على الأسماء بصفة نهائية. وطبعا اتكلمت معاهم على بعض الاسماء اللي كانت مطروحه الفتره اللي فاتت، وعرفت ان دي مستبعده تماما. يعني كان في بعض الاقوال ان بغداد بنجاح قريب من النادي الاهلي، خارج السور. فطبعا قال لك لا، بغداد بنجاح راتبه في قطر 4 مليون دولار، وجاله عرض من السعوديه، عرفوا انه جاله عرض من السعوديه ب 6 مليون دولار، فالنادي الاهلي مستحيل هيجي لنا. طبعا هم استقروا على 3 اجانب وحددوا موقف معلول. موقف معلول في اتجاه قوي للنادي الاهلي بعدم قيد علي معلول في القائمه. أيوة. القائمه الاولانيه. اوكي. والانتظار لعودته. انت عارف ان علي معلول ممكن يغيب لحد ديسمبر، هو غياب اربع شهور وياخد له شهر اعداد او حاجه زي كده التاهيل. انت عارف ممكن نعرفه 4 شهور يبقى في الملعب. يعني فهو قال لك ممكن ما يلحقش بدايه الفتره الاولانيه. فبيقول لك من يعني ده اتجاه عدم قيده في القائمه الاولى وقيده في الفتره الثانيه، على ان هو لو علي معلول عنده عروض احتراف ممكن النادي الاهلي يسمح له باعاره لنهايه الموسم. بس هو اصلا عقده بينتهي مع نهايه الموسم. نعم، ما هو عقده بينتهي مع نهايه الموسم، هيتجدد يعني بعد كده يطلع اعاره. انا بقول لك هيتجدد وعدم قيده في القائمه الاولى. طيب.
وبعد كده ممكن يسمحوا له بالاعاره لو الظروف اتاحت. لكن في بيفكروا في حد باك ليفت موجود اكيد لازم طيب نروح لمداخله مهمه جدا مع الاستاذ محمد حامد رئيس نادي بروكسي وايضا المدير الفني للفريق هناك في بروكسي. يا استاذ محمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ امير، عامل ايه؟ بمس عليك وعلى ضيوفك الكرام الاستاذ علي عزت والاستاذ عمرو الدردير. اهلا وسهلا بيك يا فندم. موقف فريق بروكسي ايه بعد تاجيل مباراه الزمالك في دور 32 كاس مصر؟ انت حضرتك دلوقتي احنا اتفاجئنا النهارده اللي جاي لنا جواب ان الماتش قبل الماتش احنا كنا معسكرين فعلا لماتش الزمالك. جالنا جواب النهارده قبل الماتش ب 72 ساعه ان الماتش اتاجل لاجل يعني مش عارفين امتى، يعني الماتش اتاجل ومحدش لسه ولا حددوا ميعاد ولا وقت ولا اي حاجه خالص. احنا طبعا احنا بيتقابلنا مشكله ان احنا بنهين الموسم بتاعنا بقالنا 3 اسابيع. والمشكله الاكبر من كده كمان بالنسبه لنا احنا كنا السنه اللي فاتت بنلعب دوري الترقي للمحترفين. فاحنا خلصنا بعد ما الناس كلها خلصت، فاحنا خلصنا متاخر. فالفرقه بتاعتنا ما خدتش راحه من السنه اللي فاتت، فالموسمين لحموا في بعض. فاحنا كنا قلنا هناخد الماتش ده اللي هو يوم 30 ده وهناخد شهر وهنبدا 1/7. اتفاجئنا بالخبر اللي طلع النهارده بالفاكس اللي جه النادي النهارده ان الماتش اتاجل، وحتى ما حددش حتى التاجيل بتاعه امتى. طب انت دلوقتي انا عندي نهايه موسم، عندي لعيبه هتمشي وعندي لعيبه اعراض هتروح انديتها، مشكله. طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ طب اتمرن الماتش ولا ما اتمرنش للماتش؟ فانا مش فاهم، يعني احنا مش عارفين ايه القصه والمصاريف اللي بتتصرف ديت مين اللي حسبنا عليها، وغير المصاريف يعني احنا قاعدين دلوقتي مش عارفين نعمل ايه. انا واحد من الناس مش عارف دلوقتي، لعبت النهارده نصهم قلت لهم راح اقعدوا في البيت ونصهم قاعد معايا في النادي. يعني لحد ما اشوف ايه الوضع، ايه اللي هيتم يا جماعه. بصراحه انا عن نفسي او اعتقد ضيوفي كمان ما عندهمش حل يقولوا لك عليه للاسف، لان الوضع غريب، يعني الوضع غريب. طيب جدا بصراحه. حضرتك في نقطه برضو، في نقطه اول ما اتعمل الدور ال 32 او قبل الدور ال 32 اتبعت لنا لائحه بكاس مصر. مكتوب في اللائحه اللعب بدون الدوليين. لعب مباراه كاس مصر بدون الدوليين. طيب يعني هو الاهلي او الزمالك، يعني كل فرقه من دول فيها خمسه فرقتين كبار طبعا ومن اكبر الفرق اللي موجوده في افريقيا. عندهم 35 لعيب في القائمه بتاعتهم. لما مثلا يروح من الزمالك 4 لعيبه هيأثروا على قيمه الزمالك؟ اقول لك اللي عمل المشكله دي كلها ايه يا فندم؟ اتفضل. ان معسكر منتخب مصر اتبدر عن الاجنده بالزبط. الدوليه. فعشان الاهلي والزمالك ما يصدروش مشكله للمنتخب او للاتحاد بالزبط. فقال لك خلاص لا ناجل لهم، لان هم كانوا هيتمسكوا يقول لك لا لازم ينضموا في الاجنده الدوليه، والكابتن حسام حسن عايز يبتدي المعسكر يوم 28 تمام، فاحنا خلاص ناجل لهم الماتشين مش مشكله. طب ما هو كان لازم يتم مراعاه موقف زي ده كان من بدري جدا عارفينه، بدل ما يلعبوا ماتشين في الدوري الاهلي والزمالك كنت تلعبوا ماتش كاس مصر وخلاص. طيب يا استاذ امير اسالك سؤال. طب احنا مالناش حقوق؟ لا طبعا ليكم، انا بقول لك ليكم. طب ما هو دي برضه انت دورت دلوقتي على حق النادي الاهلي ونادي الزمالك. انا بقول لك الاتحاد فكر ازاي. ايوه انا بقول لك الاتحاد فكر ازاي. طب بغض النظر يا كابتن على الاحتجاج، يعني النهارده قريت احتجاج واحتجاج عجبني جدا، يعني صيغه الاحتجاج يعني عجبتني جدا صيغه الاحتجاج. هل في نيه عندكم للتصعيد؟ يعني هل ممكن تقدموا شكوى ضد اتحاد الكره؟ هل ممكن تفكروا في الانسحاب زي ما الالومنيوم بيدرس الانسحاب من البطوله؟ لا بص، لا انا مش هنسحب الا لما نشوف القرار. موضوع الانسحاب ده طبعا مرفوض خالص دلوقتي، انا ليا حقوق اخدها. انت بعت لي لائحه وبتطالبني بلائحه، فانا لو ما اتحددش الماتش انت ما ردتش على الفاكس بتاعي بكره انا هضطر اصعد الموضوع، انا ما عنديش مشكله اصعد الموضوع. فالنهارده انت ما تقعدنيش من غير اي سبب. صح. ولا تضيع فرصتي في ان انا العب دور زي ده، وما انا لعبت في بدايه كاس مصر، ليه اشتركت في كاس مصر ليه اصلا؟ عشان اظهر وتبان الونادي بتاعي الناس تشوفه والناس تشوف اللعيبه والكلام ده كله، ده حق مشروع. ايه نوع التصعيد اللي هتعمله حضرتك؟ يعني عايزين احنا بس احنا انا مش هقدر اتكلم في اي حاجه الا ما اشوف القرار اللي هيطلع. الرد ادوني رد، حدد لي الماتش بتاعي يا عم، اجل الماتش ولعبنا بدايه السنه الجديده، انا ما عنديش مشاكل. لعبنا بدايه السنه الجديده، بس اريح لعيبتي وافصل نفسي واشوف ايه اللي هيتم. احنا دلوقتي احنا حاطين خطه للنادي ماشي عليها. طب لو اقول لك كابتن الماتش بعد 15 يوم عادي بالنسبه لك؟
انا يحدد لي بعد 15 يوم، ما عنديش مشكله عشان يقدر يحط برامجه التدريبيه وبتاع. ده امر بس ما ينفعش يزيد عن 15 يوم يعني 15 يوم ما ينفعش يعني الماتش يتاجل اجل غير مسمى يعني زي ما النهارده كده اتقال لكم يعني. انا ممكن ادي اللعيبه تحت راحه مثلا اسبوعين وابدا الموسم الجديد بتاعي، ابدا فتره الاعداد والكلام ده كله، بس اكتر من كده انت بتحطني في موقف مش عليا حتى العب بيه. ان شاء الله نتمنى حل هذه الازمه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد حامد رئيس نادي بروكسي وايضا المدير الفني للفريق. عندي اكتر ملف مهم جدا عايزين نتكلم فيهم، بس اول حاجه النهارده نادي بيراميدز يا استاذ عمرو بعت خطابات رسميه لنادي الزمالك بيطالب فيها بمستحقاته في بعد فوز نادي الزمالك بعد ما انتقل ثلاث لاعبين من بيراميدز للزمالك اللي هم عمر جابر دونجا عبد الله السعيد. فنادي بيراميدز والخطابات هنعرضها قدام حضراتكم دلوقتي طلب باربعه او بيطالب باربعه مليون جنيه، مليون ونص عمر جابر، مليون ونص دونجا، مليون جنيه عبد الله السعيد. دي الخطابات قدام حضراتكم اكيد حضراتكم شايفينها هنا، الشاشه عندي بعيد شويه. ويعني بيراميدز بيقول في الخطابات بتاعته يا استاذ عمرو ان ده طبقا لبنود التعاقد في الوقت اللي يعني نادي الزمالك عن طريق الاستاذ او الكابتن حسين لبيب قال ان مثلا امبي ليهم 100,000 دولار، لكن النهارده في خبر انتشر ان مفيش ولا نادي ليه اي فلوس عند نادي الزمالك، لكن بيراميدز النهارده بعت اهي الجوابات الرسميه قدام حضراتكم دلوقتي. قال لك فبالاشاره الموضوع بعليه والى احكام الفقره الثانيه والرابعه من البند الثالث من عقد انتقال اللاعب عمر جابر واللاعب نبيل عماد واسم الشهره دونجا من بيراميدز الى الزمالك كذا كذا كذا، نتشرف في ان نذكر سيادتكم بضروره سداد المكافئات المستحقه لنادي بيراميدز اف سي بسبب تحقيق نادي الزمالك لبطوله الكونفدراليه. ده بعد مباركه لنادي الزمالك في اول الخطاب، وقال لك مبلغ وقدره 1,500,000 جنيه ده عمر جابر، 1,500,000 جنيه دونجا، وفي ورقه ثانيه فيها عبد الله السعيد اهي عبد الله السعيد مليون تمام 4 مليون جنيه نعم مفيش مشكله 4 مليون جنيه 4 مليون جنيه ده مفيش مشكله خالص. طيب تعليق فلوس سوقه اصلا مكافاه الكونفدراليه جت لسه يعني لسه الناس قاعده بتوزع في المكافاه هي لسه ما جاتش. اول ما تيجي المكافاه طبعا اللي ليه حق لازم هياخده. انا شايف ان مجلس اداره نادي الزمالك مجلس محترم جدا طبعا وبيسدد اللي طبعًا عليه طبعا وما يعني ما اعتقدش ان الناس دي اللي شغاله وناس محترمه ومعظمهم رجال اعمال هيقعدوا يستنى يعني يبقى في حاجه متعاقد عليها وهيبخسها يعني لا هيدي كل واحد حقه يعني الانديه طبعًا بتستنى مكافئات بطولات زي كده عشان خاطر تنعش اللاعبين وتدي مكافئات للجهاز الفني واللعيبه، نادي الزمالك بياخدها عشان يسدد عليها ديون. فطبعا كتر خير مجلس الاداره اساسا يعني. بس انا كنت منتظر جواب تاني من الله يكون في عونه والله العظيم الموضوع صعب انا جدا. كنت منتظر جواب تاني من بيراميدز متاخر خالص اللي هو الخطاب السنوي بتاعهم بتاع تكافؤ الفرص. يعني كان دايما بيراميدز كل ما الاهلي بيبقى عنده مؤجلات يطلع بيان ان هو عايز. هل نتائج بيراميدز واخيرا مباراه النهارده وان هو الاول في الدوري والاهلي حتى لو كسب مباراه هي السبب ان بيراميدز ما يحتاجش؟ انا مش عارف والله مش عارف اصل هو قعد ثلاث سنين انتوا ليه؟ لا اصل ثلاث سنين لا ثلاث سنين بيراميدز يطالب اتحاد الكوره انه بيهدد انه مش هيشارك في اي مش هيخوض اي مباراه في الا لما الاهلي يخوض مؤجلات بسبب الظلم اللي بيحصل له. طب الظلم اللي بيحصل لبيراميدز والاهلي عشان الزمالك برضه ليه مؤجلات؟ انا بسالك سؤال، ما هو بيراميدز بيحصل له ظلم. ظلم في ايه؟ بيتظلم كل سنه يا عم، كل سنه كان بيعمل الشكوى دي وهو الاول. طب كان متصدر الدوري السنه اللي فاتت وقال لك مش هلعب اي مباراه غير لما الاهلي يلعب مؤجلاته. انا مش عارف السنه دي ليه اشمعنى ما عملش كده؟ لا عشان ان شاء الله السنه دي السنه دي ان شاء الله بيراميدز هيكسب البطوله. هيكسب بطوله الدوري. مش الزمالك يعني؟ لا 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 بيراميدز مش الزمالك يعني. انت تتمنى فوز بيراميدز؟ اتمنى طبعا. مش الزمالك؟ انا اتمنى لا لا مش الزمالك. مش مش عايز الزمالك يكسب دوري؟ لا البيراميدز. ليه اشمعنى؟ علشان عايز فرقه غير الاهلي والزمالك تكسب الدوري. تمام. انا عايز فريق غير الاهلي والزمالك يكسب بطولات. عايز الدوري بتاعنا يبقى فيه 7-8 فرق بتنافس. انا اول مره اشوف حد منتمي لنادي بعينه ما يتمناش ان هو يفوز ببطوله. انا بقول لك اهو انا عايز نادي غير الاهلي والزمالك يكسب بطوله. مش عايز الاهلي ولا الزمالك. عايز نادي غير الاهلي والزمالك يكسب البطوله. طيب خلينا ويكسب كمان كاس مصر نادي تاني. ايه المشكله؟ فرص. لا ما فيهاش مشكله طبعا، ما فيش مشكله يعني حاجه كويسه برضو ان يكون في انديه جديده بتكسب مختلف المسابقات المحليه، يا ريت كمان الافريقيه بكل تاكيد. عندك تعليق على قائمه كابتن حسام حسن؟ عندك تحفظ؟ بالتاكيد طبعا بالتاكيد طبعا يعني
يعني 17 لاعب من عندكم ومتحفظ 17 هم 10 من الاهلي ده فوز النادي الاهلي رحمونا الاهلي 4 من الزمالك يعني حتى الاحتياطين عندكم قدوه دي قيمه النادي الاهلي ان 10 من الاهلي والناس بتطالب بثلاثه تانية اللي هو قفشه وحسين الشحات وعمر كمال لاعب واحد طبعا انا يمكن اول اسم دورت عليه سمورتسي بصراحه بصراحه اول اسم يعني واحد شامبيونشيب واحسن لعيب في الشامبيونشيب وجاهز الجماهير النهارده كانت بتبص للاسمين سام مرسي وعمر كمال عبد الواحد عمر كمال عبد الواحد عشان خاطر تعرف هل اللي اتقال قبل كده ده حقيقي ولا مش حقيقي تاني حاجه سام مرسي تألقه فانا فوجئت بالاثنين دول باستبعادهم وكمان معاهم مجدي قفشه انا كنت شايف ان في بدايه ولايه الكابتن حسام حسن والدوره الوديه اللي اتعملت هنا واشادته الكبيره جدا بمجدي قفشه ودور مجدي قفشه اللي خده في مباراتين الكرواتيا والمباراه الثانيه دي انا كنت فاكر ان مجدي قفشه بالنسبه للكابتن حسام حسن هو لا اللاعب رقم واحد في خط الوسط لكن انا النهارده كانت مفاجاه بالنسبه لك استبعاد طبعا مجدي قفشه في ظل المشهد اللي انا شفته بعينيا والملايين شافوه بعينيهم تعامل الكابتن حسام حسن مع مجدي قفشه في الدوره الدوليه انا دي بحط علامه استفهام وسام مرسي طبعا بالنسبه لي يعني الله يكون في عونه والله يعني انا ما اكون لعيب او واخد افضل لاعب في دوري الدرجه الثانيه في انجلترا وهو الدوري الدرجه الثانيه في انجلترا ده اقوى من دوري مصر اقوى بكتير يعني انا مش عايز بس اقول الجمله دي اقوى من الكونفدراليه كمان اقوى من الكونفدراليه تشامبيونشيب في انجلترا اقوى من الكونفدراليه طبعا اقوى مؤكد طبعًا. اقوى فانا وبعدين بالنسبه لي وبعدين عايز اقول حاجه الاهلي هيلعب في الدوري الاسباني ان شاء الله باذن الله عمر الاهلي هيلعب في الدوري ما ينفعش يلعب في الدوري يعني. المصري ازاي يعني طبعا هيلعب علاء طلعها انه هيلعب في الدوري الاسباني انت قلتها قبل كده يا استاذ علاء دي انا والله عمر اسمعها والله لا عمر مش مستغرب من استبعاد عمر جابر انا عن نفسي شايف عمر جابر يستحق الانضمام لمنتخب مصر بالنسبه لك مش مستغرب من استبعاد عمر لا جابر لا مش مستغرب لا لا ليه لا لا يعني شايف ان ان ان, إن محمد هاني هو الباك رايت الاساسي لمنتخب مصر من فتره تمام واكرم توفيق هو الاساسي برضو معايا يعني في اخر بطوله كاس العالم توفيق ده احتياطي يا ابني وبيلعب نص ملعب لا 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 لا, لا, لا يا ابني بيلعب نص ملعب ما بيلعبش باك رايت والنبي عمرو والنبي خلي بس اكرم توفيق بيلعب نص ملعب يا عم اسكت انت اخر مره كان منتخب مصر كان بيلعب باك رايت يا عمرو مالي ومال لا لا في الدوره الوديه دي كان بيلعب نص ملعب لا مش بقول لك اخر مره كاس امم كاس امم قبل لما اتصاب كان باك رايت ده الكلام ده قديم قوي قديم قوي يعني خلي بالك هو واخده في القائمه دي باك رايت عشان الزحمه في نص الملعب بس ما انا بقوله كده عشان كده بقول لك عمر جابر يعني طبعا يعني انا شايف لما يتحطوا الثلاثه دول عمر جابر لا انا شايف مين ما هم اثنين كده محمد هاني واكرم توفيق بس فيش ثالث طيب الثالث الثالث يعني عمر يعني لا لا انا شايف ان رايك يا استاذ عمر لا طبعا عمر جابر ودونجا ما كانش ينفع الاثنين يبقوا خارج المنتخب عمر جابر احسن باك رايت حاليا في مصر هو ولا محمد هاني لا طبعا عمر جابر عمر جابر كخبرات افضل محمد هاني انا مش انا اسال جمهور الاهلي على محمد هاني هيقول لك مش مقتنع بيه ليه جمهور انا بقول لك اهو انا بقول لك كلام الناس اللي بتقول مفيش لعيب الجمهور هيجمع على امكانياته بقول لك يعني انا ده بقول لك وجهه نظر لكن عمر جابر انا شايف ان هو حاليا هو في افضل فورمه ليه بصراحه ماشي بشكل كويس قوي مع منتخب مصر نمره 2 عمر جابر عنصر الخبره يرجح كفته عمر جابر لاعب كبير جدا ورجع لفورمته ولعب في اوج مرحلته حاليا فان يستبعد منتخب دي كانت غريبه خصوصا ان في باك رايت واحد ايه خصوصا في باك رايت واحد كمركز اساسي بالنسبه له اللي هو محمد هاني يعني اكرم توفيق مع كامل الاحترام ليه بيلعب نص ملعب بقى مؤخرا مع الاهلي وماشي كويس لعيب كويس احنا انا مش بقى انا طبعا بتكلم ان بيلعب نص ملعب لكن فتوح بالنسبه لك عادي انه يكون بره بره ايه بره القايمه لا بره القايمه لا يعني مش هيكون اساسي يعني هو يعني هو محمد حمدي محمد حمدي موقوف اول يعني ماتش فتوح اللي هيلعب فتوح يعني اللي هيلعب اول ماتش يعني اقصد ان الاساسي عنده هو احمد حمدي محمد حمدي اسف محمد حمدي مش هيلعب الفتوح لا هي عشان الايقاف بس لكن يعني انا شايف ان بصراحه انضمام محمد فتوح برضه بالنسبه لي لا 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 ثواني بس استاذ طب هات لي باك ليفت في مصر مفيش ايه مفيش طيب يبقى فتوح ملوش مناسب بس انا شايف ان فتوح نفسه يعني انا شايف بصراحه ان مستواه عنده احسن من كده بكتير كتير جدا بس ده ما يمنعش انه لازم يبقى موجود في المنتخب بس عارف فتوح عالمي ينضم للمنتخب وهو في المستوى ده هو احسن حد في مركزه ما دي مشكله عارف ان كان بينزل شويه او اصابات دي المشكله دي المشكله يا عمرو ان احنا بنتكلم على ان منتخب مصر لاعب ينضم ليه وهو مش في افضل حالاته دي بجد علامه استفهام يعني بصراحه انا معناه ان احنا ما عندناش كابتن حسام في نص الملعب
هو واخد لعيبه من النادي الاهلي احتياطيين ما بيلعبوش. اللي هم مين؟ وساب دونجا. مين اللي هم مين؟ في نص الملعب. ايوه واخد مين؟ مين اللي واخد مين؟ مروان عطيه واكرم توفيق. طيب محمد، فكروني يا جماعه. محمد فتحي. حمدي فتحي بره. لا حمدي فتحي لعيب كويس طبعا المفروض يبقى موجود. واخد حمدي فتحي، واخد كوكا. وكوكا كوكا كوكا ما بيلعبش مصاب وكان احتياط يعني مش اساسي. عايز اقول هو لعيب كويس على فكره برضه، عشان برضه الناس ما لا هو لعيب كويس طبعاً. بس احتياطي. لما تاخد دونجا اساسي وعامل دور كويس مع نادي الزمالك نتمنى. هي عموما علامات استفهام، لكن في النهايه احنا مع طبعاً الجهاز الفني المنتخب طبعا مع اختياراته انا شخصيا كامل اتمنى له التوفيق طبعا للكابتن حسام حسن. ان شاء الله يفرحونا في الماتشين اللي جايين باذن الله تعالى. استاذ عمرو بشكرك شكرا جزيلا نورتنا شرفتنا. شكرا لي استاذ علاء بشكرك شكرا. ربنا يخليك نورتنا شرفتنا. ربنا يخليك صديقي وانا بحب عمرو. لا ايوه حسيت انك عايز تضيف حاجه في الاخر. بس هموت واعرف بس ديانج ابنه ازاي؟ هو ايه موضوع ديانج ده؟ ثواني بس ازاي ابننا؟ عم تقول ابننا ابننا؟ انا والله العظيم عايز اسالك من امبارح ديانج فعلا راح رايح نادي الزمالك يا استاذ عمرو؟ انا قلت كده بقول ابننا. هو كل لعيبه مصر كل اللي بيلعب في مصر هو انت تونسي ولا مالي؟ لا انا عايزك بتقول كل اللعيبه اللي بتلعب في مصر ابنائنا. دي فيها حاجه؟ لا والله كتر خيرك يا عمرو. هل ده معناه انه رايح الزمالك؟ موضوع شوف شوف هو فعلا في انتوا بتسيئوا الظن. طب عايز اسالك سؤال. ده ماسكوا ابننا دي كل توتيه ابننا ابننا ابننا. عايز اسالك سؤال، هو فعلا في لعيب زي ما تردد من الاهلي مضى في الزمالك يا استاذ عمرو طبقا لمعلوماتك؟ لا انا ما اعرفش، ما فيش معلومه بكده خالص. طب بس انا معلوماتي ان ما فيش اي لعيب في النادي الاهلي الزمالك بيبقى محتاجه في الفتره الجايه. ليه؟ لعيبه الاهلي مش محتاجه يعني المراكز اللي النادي الاهلي فيها لعيبه كويسه مثلا الزمالك عنده زيه فمش محتاج. لكن كل المراكز في نادي الزمالك اللي هي في الاهلي مميزه عندك مميزه مع لعيبه الاهلي. اوكي ما عندك مميزه زيها. انا كزمالك مش محتاج حد من النادي الاهلي حاليا. طب لو احتجت نفسك في مين من الاهلي؟ مفيش حد محتاج. لو احتجت نفسك في مين من الاهلي؟ انا كعمرو نفسي في الشناوي، محمد الشناوي. طبعا وقفش هو بيحب الشناوي في حته تانية. طبعا طبعا الشناوي في حته تانية اكيد طبعا. وانت بتختلف على حاجات زي كده، ده دستور دستور الرياضه المصريه. غير الشناوي في حد تاني؟ قفش هو بيحب. لا هو الشناوي ومحمد عبد المنعم. بيقول لك تحب قفش فعلا؟ طبعا هو لعيب محترم، لعيب ممتاز ومحترم ولعيب كويس جدا. الشناوي محمد عبد المنعم وقفشه ولا الشناوي وقفشه؟ محمد عبد المنعم وقفشه. طيب استاذ علاء انت نفسك في حد مثلا من الزمالك يكون موجود في الاهلي مثلا؟ شايف انه ممكن يكون اضافه للنادي الاهلي؟ لا لا في التوقيت ده لا. لا في التوقيت ده لا. ولا زيزو ولا فتوح ولا لا؟ ما المركز كلها موجوده في النادي الاهلي. ولا زيزو؟ لا زيزو لعيب مهم بس انا شايف دلوقتي خلاص ما في النادي الاهلي لا موجوده مراكز كثيره فيه. طبعا. موجوده فيه لعبه كثيره يعني. اوكي بشكرك استاذ عمرو. شكرا جزيلا. شكرا استاذ عمرو. ربنا يخليك يا سمير. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه. بكره حلقه جديده باذن الله تعالى من بلس 90. تصبحوا على الف خير. الى اللقاء.